بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear students of the General Secondary Certificate, welcome back to your program مدرسة على الهواء Chemistry Sessions. إن شاء الله النهاردة وبكرة هي حلقتنا للريفيجن للدور الثاني بإذن الله في الكيمستري. طبعا الدور الثاني بيشمل نوعين من الطلبة، طلبة بيمتحنوا لأول مرة بمعنى أنهم اضطروا يأجلوا سواء الدور كله أو الامتحانات كلها أو مادة الكيمستري، فده طالب هيشوف الامتحان لأول مرة، وطالب تاني ما حلفوش الحظ في الدور الأول، فإن شاء الله بإذن الله الدور التاني يكون خير عليه بإذن الله ويخلص بالسلامة إن شاء الله ونشوفه طالب جامعي قد الدنيا. In the beginning, let's welcome your guest and my guest, Mr. محمد عبد الله رياض. Welcome back, Mr. محمد. Welcome. طبعا أنا يعني عايزة أشكرك شكر كبير قوي الحقيقة مستر محمد وكل الكرو بتاعنا الفريق بتاعنا، لأنه الدور الأول الحمد لله كان حالفنا التوفيق إن الحمد لله اللي حضرتك قلت عليه كله بالنص واللي كلنا الحمد لله يعني قلناه في الحلقات بتاعتنا الله أكبر جه في الامتحان بالنص وبالكلمة. مجهود حضرتك. لا ده مجهود حضرتك، فحضرتك يعني الله أكبر عليك، خبرتك يعني قدامنا، فإحنا عايزين بقى نستغل الخبرة الجميلة دي لطالب الدور الثاني سواء اللي هو النوع الاولاني او النوع الثاني. خلي بالك النوع الثاني ده ما اتفرجش علينا. النوع الاولاني ما كانش اصلا يا حبيبي موجود، كان عنده ظروف مش موجود، فاحنا هنعيد بقى الموضوع ثاني بما يخص الدور الثاني، وعايزين برضو خبره حضرتك وعصاره سنوات الكيمياء معانا بقى. اتفقنا؟ ان شاء الله. طيب دير ستودنتس، انا عايزاكم تجيبوا زي ما بيقولوا كده كراسه وقلم دلوقتي. النقط اللي هنتكلم فيها احنا مستر محمد انت هتفوكس عليها النهاردة وبكرة عشان امتحان ان شاء الله يوم السبت، اتفقنا؟ اللي هنتفق عليه النهاردة وبكرة خلاص ده كده ان شاء الله تقعد بقى يعني اللي هنتفق عليه النهاردة هتقعد النهاردة تذكره، واللي هنتفق عليه ان شاء الله بكرة تقعد بكرة تذكره، وبالليل كده يوم الجمعة ان شاء الله تراجع اليومين خميس وجمعة وتتفرج على الحلقتين، وان شاء الله تروح يوم السبت بإذن الله تجيب بإذن الله الفول مارك في الكيمستري. دلوقتي شابتر 1، النقط اللي الطالب لازم عشان ابقى عملت فول كفرج لشابتر 1 اكون متكلم فيها، اللي هي نمره 1 اليوزز، ومستر محمد هيكتب لكم اهو على الداتا شو. نمبر 1 اليوزز، انت عندك يوزز بتاعه الاليمنتس اللي هم الفيرست ترانزيشن. نمره 2 البروبرتيز بتاعه الترانزيشن اليمنتس، وبالذات يعني طبعا البروبرتيز تشمل الاتوميك راديوس، تشمل الدنسيتي، تشمل الماس، كل ده، بس اللي مهمين قوي الماجنتيك بروبرتيز اللي هي بارا ودايا وكلر وكلرلس، دول مهمين. بس حق الله بيجي على الترند اللي هو الاتوميك راديوس والدنسيتي والماس والكلام ده، وبيجي كمان اللي ثابتين في الامتحانات لدلوقتي البارا والدايا والكلر والكلرلس، صح كده؟ ده الوجود due to the presence of unpaired electron. ما احنا هدي اسئله، احنا جاهزين. طبعا احنا جاهزين. طيب السؤال الثالث او النقطه الثالثه، عندنا الايرن، مفيش امتحان ما فيهوش ايرن سواء كان preparation reactions blast to matrix furnace، دول لازم والاسئله احنا مجهزين. طيب النقطه الرابعه والاخيره الالوي. الالوي، وفي طبعا في الايرن البروبس والكونفرجن. ما احنا قلنا اللي هي صوره في كمان نقطه معلش حبش اللي هي يعني احنا بتيجي كتير قوي اللي هي الاليمنتس، مثلا الجروب 2 بي ليه مش ترانزيشن اليمنت اللي هو الزنك والكادميوم والميركوري، او الكبر اللي يعتبر ترانزيشن اليمنت او ما يسمى الكوينيج ميتالز، وايضا الابنورمال الكترونيك كونفيجريشن بالنسبه للكروميوم والكبر. طب ممكن نغطي النقطتين دول سريعا؟ حضرتك قلت لنا ليه الزنك نون زنك او الكادميوم او الميركوري نون ترانزيشن او الكوينج جروب ترانزيشن. يس. وكمان قلت المعلومه الثالثه اللي ابنورمال الكترونيك كونفيجريشن للكروميوم والكبر. للكبر والكروميوم نغطيهم بسرعه عشان يبقى كده خلصنا لاولادنا شابتر 1 وانا مجهزه اسئلتهم لحضرتك. طيب نيجي نشوف كده الكبر سوليد سي يو 29 أربون 18 4S1 3D10. احنا بنقول ان الترانزيشن اليمنت contains electrons in D sublevel but not completely filled in one of its compounds. لما تشوف الكفر positive 2 يفقد 2 electrons، بيفقد اولا ال1 بتاع ال 4S و1 من ال 3D عشان يبقى أربون 18 و 3D9، يبقى اذا الدي نوت كومبليتلي فيلد اذا هو ترانزيشن اليمنت.
نفس الكبر، عندي الكبر والسيلفر والجولد، ودول بنسميهم كوينيج ميتالز، لان ميتالز يوزد ان عمل الكوينز. في المقابل ده تعتبر جروب 1 بي. جروب 2 بي اللي تشمل الزنك والكادميوم والميركوري. الزنك 30، الالكترونيك كونفيجريشن ارجون 18 4s2 3d10. اي كومباوند للزنك لا يزيد عن زد ان بوزيتيف 2، او اي كومباوند للميركوري والكادميوم اللي هو نفس الجروب لا يزيد عن بوزيتيف 2. يبقى لو بوزيتيف 2 يفقد ال 2 الكترونز من 4s هيبقى ارجون 18 و3d10. يبقى all compounds او all oxidation state of zinc are completely filled subleveled d, so they are not transition element. يبقى transition element لازم يبقى فيه الكترون في الدي but not completely filled in one of its oxidation state. النقطه الثانيه اللي احنا اتكلمنا عنها ان بنقول الابنورمال الكترونيك كونفيجريشن اوف كروميوم اند كبر. الكروميوم 24 بيبقى ارجون 18، وبدل ما يكون 2 في الاس بيبقى 4s1 3d5. لماذا تو بي هاف فيلد سب ليفل دي، ولما يبقى الاليمنت كومبليتلي فيلد او هاف فيلد بيبقى مور ستيبل. هاف فيلد سب ليفل دي ده بيساوي على طول مور ستيبل ستيت اوف ذا اليمنت. Also الكبر 29 هيبقى ارجون 18 و4s1 3d10، ما اكتبش 2 و9 لا 1 و10. ليه؟ to be completely filled، ولما يبقى completely filled sub level دي يبقى more stable. دول النقطتين بس اللي انا حبيت اشير ليهم في البدايه عشان ممكن بيجوا بيفريزوا. اوكي احنا بقى هنبتدي النقط الاسئله اللي جت على شابتر 1، بس طبعا ولادي مش هيبقوا بالترتيب اللي احنا قلناهم. يعني احنا اتكلمنا في اربع نقط مهمين، اليوزز البروبرتيز الايرن الالوي، اي حاجه في الاربع نقط هتعدي علينا هنسال فيهم مستر محمد عشان نبقى كده غطينا شابتر 1. اتفقنا؟ والنقط اللي احنا اتكلمنا فيها هي دي اللي حضرتك هترجعها بالليل كويس جدا، لانهم بنسبه 100% ان شاء الله بيبقوا في الامتحان، فخلاص انت كده جاهز بدول. هو السؤال بيقول بادئ بايكويشن، وانا عارفه حضرتك بتحب اسئله الايكويشن. شو باي كيميكال ايكويشن هاو تو اوبتين، شو باي كيميكال ايكويشن هاو تو اوبتين، هاو تو اوبتين ايرن 2 اوكسايد FeO ايرن 2 اوكسايد فروم ايرن 3 هيدروكسايد فروم Fe2O3. اوكي انا بحب اعمل كده خريطه كده بسيطه بتبين الاكسيد Fe2O3 Fe3O4 FeO و Fe. طبعا ال Fe2O3 has more percent of oxygen، يعني اعلى اوكسايدز. اذا لو انا هطلع من ال Fe الى الاف من اف اي او لاف اي 304 لاف اي 203 يبقى بعمل هنا اوكسيديشن. بينما لما احول من الاف اي 203 تو اف اي 304 تو اف اي او بعمل ريدكشن، واحنا زي ما عارفين الريدكشن يا اما بالهيدروجين يا اما بالكربون مونوكسيد يا اما بميكشر اوف هيدروجين اند كربون مونوكسيد. طيب السؤال عندي عشان اجاوب على السؤال بعدين ادخل في اللي انا عاوز اقوله دلوقتي، عشان احول من الاف اي 203 للاف اي او بعمل ريدكشن بواسطه الهيدروجين او الكربون مونوكسيد، ولكن هنا بتبقى درجه الحراره من 400 الى 700 ديجري سيلسيوس. لو زدنا عن 700 هيوصل طبعا الريدكشن الى انه يديني الاير. ده بالنسبه للكونفرجن. بالنسبه للسؤال لازم اعرف الايرن تحويله ازاي. معلش بس انا هبقى ادخل بقى في البروبه بتاعت الاير عشان الخريطه اللي انا رسمتها. الاف اي 203 بنعمل له بريباريشن بحاجتين اتنين يا ولاد، يا اما بعمل سترونج هيتنج للاف اي او اتش اول باي 3 بيديني الاف اي 203 والووتر، يا اما بعمل هو ايرن 3 هيدروكسيد، يا بعمل سترونج هيتنج للاف اي اس او 4 ايرن 2 سلفيت بيديني الاف اي 203 اس او 2 اند اس او 3. طيب ازاي احصل على الاف اي 304؟ برضو تو وايز، يا اما بعمل هيتنج للايرن في الاكسجين بيديني اف اي 304، يا اما بعمل هيتنج لل
ريد هوت ايرن مع الووتر فيبر بيديني الاف اي 304 عفوا بلس الهيدروجين. طيب اخر اوكسيد عندي ازاي بحصل على الاف اي او؟ ان انا بعمل هيتنج ان ابسنس اوف اير للايرن 2 اوكسالات سي او او سي او او، وما انساش هنا في بوند بين السي وبين السي اف اي، بعمل له سترونج ان ابسنس اوف اير عشان ما يطلعليش اف اي 304، هيديني الاف اي او والكربون مونوكسيد والكربون دايوكسيد. طب ممكن نكتبها لهم ايكويجنز بقى؟ ماشي، يعني كان اجابه السؤال تبان انها ايكويجن عشان ولادي يتعلموا ورا حضرتك الكتابه ازاي. كل الايكويجن دي ولا لا اللي هي بتاعت السؤال؟ احنا دلوقتي هنفوكس على السؤال. الفوكس على السؤال. بس طبعا خلينا نقول مستر محمد ده الصح يا جماعه. انا يعني عايز اقول حاجه، احنا بنتوقع اسئله ان في سؤال كونفرجن للايرن، يجي بقى زي ما يجي. احنا انا اديته مثال لحضرتك ليك انت، يعني استاذنا هتفضل مشكورا ويحله لك، لكن مش هو ده اللي جاي يوم السبت. ما حدش فينا يا جماعه شاف امتحان يوم السبت، احنا ما شفناهوش. احنا بنقول لك بخبره السنين لازم يجي سؤال كونفرجن على الايرن. فمستر محمد تفضل مشكورا وقال لك التحويلات بتاعه الايرن تو اوكسايد سواء تحضيراته او برضو هنديله سؤال تاني and so on. لكن مش هو ده السؤال بس، لان والله لو جه صدفه، لكن احنا ممكن غيره يجي، انتوا بس تبقوا فاهمين. اتفضل حضرتك عندنا الايكويشن اف اي 203 بلس 3 هيدروجين وال ديجري سيلسيوس من 400 الى 700 ديجري سيلسيوس. ممكن نستعمل بدل هيدروجين الكربون مونوكسيد او الووتر جاز، بس لازم اظبط درجه الحراره اقل من 700 واكبر من 400، هيديني الاف اي الاف اي او بلس يبقى H2O. ايوه بس هو كان عايز من ايرن 3 هيدروكسيد. هيدروكسيد؟ ماشي. يبقى نرجع تاني للخريطه اللي انا عاملها، ال FeOH 3 هيدروكسيد. انا كنت كاتب غير كده، كنت كاتب لا مش مشكله، بس 3 هيدروكسيد يبقى سؤالين. انا قصدي ان حضرتك كده فهمتنا انه اي سؤال يجي لحسن يفتكروا بس ان احنا ايه ده، قال لك ده مستر رشا ومستر محمد قالوا ده السؤال اللي جاي. نعمل لا يا جماعه ما حصلش. اوفر 200 ديجري سيلسيوس. هيديني ال Fe2O3 بلس ووتر H2O 3H2O. يبقى أول حاجة نمبر 1 بعمل سترونج الهيتنج للأيرن 3 هيدروكسيد بيديني ال Fe2O3. ونرجع للإيكويشن بتاعتي إن ال Fe2O3 بلس الهيدروجين حرارة من 400 إلى 700 ديجري سيلسيوس هيديني ال FeO أيرن 2 أوكسيد بلس ال H2O. ده بالنسبه للبريباريشن اوف الايرن 2 اوكسايد من الايرن 3 هيدروكسيد. هو بقى عايز ماجنتيك ايرن اوكسايد من ايرن 2 سلفيت. الايرن 2 سلفيت اف اي اس او 4 عاوز احول منها اف اي 3 او 4. غالبا يا اولاد هتلاقوا ان الايكويشن غالبا هتبقى في 2 ستيبس، ممكن تبقى 1 ستيبس، لكن انا بقول غالبا بتبقى 2 ستيبس. يبقى اول حاجه بجيب منين الاف اي 304؟ انا الاف اي 304 لو رجعت الخريطه اللي عاملها، اما ان انا بجيب الايرن مع الاكسجين او بجيب الايرن مع الووتر او بعمل ريدكشن للاف اي 203. الاف اي 203 بجيبه من مين يا اولاد؟ بجيبه من الاف اي 304. يبقى التو ايكويشن اللي عندي هنمسكها كده واحده واحده. ستارت ويز الايرن 2 سلفيت اف اي اس او 4 FeSO4 بعمل له سترونج هيتنج بيديني ال Fe2O3 بلس SO2 بلس SO3. اعمل بالانس الايكويشن يبقى هنا في 2. بعدين هناخد ال Fe2O3 وبعمل له ريدكشن زي ما قلت بالهيدروجين او بالكربون مونوكسيد او بالووتر جاز، ودرجه الحراره less than 400 تبقى من 230 الى 370 ديجري سيلسيوس عشان يديني ال Fe3O4 بلس الووتر H2O. وبنعمل بالانس الايكويشن، هنا هنضرب في 3 وهنا هنضرب في 2 ويديني H2O. طيب سؤال تاني بيقول هو مديني ايونز وبيقول لي which one of them have electronic configuration argon 18 3d6 which of the following ions. يعني هو عايز الالكترونيك كونفيجريشن ارجون ويتش ايون هاز الالكترونيك كونفيجريشن ارجون 18 3d6 تمام.
اديني بقى والـ الايونز الـ choices اللي عندي منجنيز 2 وكوبالت 2 ام ان بوزيتيف 2 كوبال بوزيتيف 2 ايرن بوزيتيف 3 ده الاختيار الاولاني السكند تشوز ايرن 3 وكروميوم 3 اف اي بوزيتيف 3 وكروميوم 3 بوزيتيف 3 بوزيتيف اختيار ثيرد 1 والاختيار الثالث كروميوم 2 بوزيتيف ومنجنيز 3 بوزيتيف ام ان 3 بوزيتيف فورث 1 Iron 2 positive و Cobalt 3 positive. طيب نشوف كده نمسك 1-1 منهم. لازم أكون طبعا أنا عارف إيه الأتوميك نمبر وإزاي بعمل له إلكترونيك كونفجريشن ويعني إيه positive. positive يعني معناها لوز إلكترونز. لما نشوف نمبر 1 المنجنيز 25 الإم إن 25 يبقى أرجون 18 4s2 3d5 when the electron loses when the element loses electron it loses electron at first from 4s لان هو less في الانرجي هيفقد ال2 لان قال لي mn positive 2 mn positive 2 هيفقد من ال2 هيبقى 3d5 يبقى الاختيار ده ما ينفعش مفيش داعي ان انا اجرب اللي بعده طب. او اخد العكس جميل بس هقطع حضرتك حاجه هنا كان في سؤال جيف ريزون ليه اللوز من 4s الاول وبعدين 3d انا قلت لان ال 4s less energy and 3d بس أقل. انا عايز ابقى يعني زي ما بيقولوا كده اعمل ستريس على شويه اعمل ستريس يعني between two quotations هو بيحصل اولا بنعمل توزيع في الالكترون 4s بيتملي قبل 3d لان less في الانرجي وايضا لما بيجي يفقد يبقى بالتالي برضه هياخد من الفور اس لانها ليس في الانرجي والكلام ده احنا خدناه طبعا لما كنا بنوزع الكترونيك كونفجريشن في ثانيه ثانوي يا اولاد حسب قاعده اوف بو. طيب يبقى هنا الاختيار الاولاني ده مرفوض يبقى انا مفيش داعي اعمل كوبالت ممكن واحد يكون بدا بالكوبالت وات ايفر برضه هلاقي واحد يعني ما دام في واحد منهم اختار مرفوض خلاص مفيش داعي ان انا اجرب الثاني. طيب نشوف كده الاف اي بوزيتيف 3 الاف اي 26 يعني أرجون 18 4s2 3d6 ادي 26 لما يبقى أرجون لما يبقى ايرون بوزيتيف 3 فقط 2 الكترونز من 4s و1 الكترون من الدي يعني هتبقى دي 3d5 مش الاختيار اللي هو مدهوني مش الشرط اللي مدهوني يبقى نمبر 2 هنكنسلها. طيب نشوف نمبر 3 برضه زي ما قلنا عندي الكروميوم او المنجنيز بوزيتيف 3 لو خدنا المنجنيز طالما انا كاتب المنجنيز اهو ماشي فيها خلينا نبدا بالمنجنيز ام ان 25 ارجون 18 4s2 3d5 لما يفقد 3 الكترونز هيفقد ال2 من ال4s وواحد من ال3d يعني هيبقى 3d فيها 4 يبقى الاختيار ده ما ينفعش اذا الاختيار الصح الاختيار الرابع لكن يا اولاد برضو لازم اتاكد اعمل الكترونيك كونفيجريشن للايرن 2 والكوبالت 3 نشوف الايرن 2 والكوبالت 3 ادي الايرن 2 اف اي قلنا الاف اي 26 كان ارجون 18 4s2 3d6 لما يبقى ايرن بوزيتيف 2 لوز الالكترون من 4s يبقى ارجون 18 و3d6 الاختيار صح. طب نشوف الكوبالت الكوبالت 27 عباره عن ارجون 18 4s2 3d7 طيب لما يبقى كوبالت بوزيتيف 3 loses 3 الكترونز ارجون 18 loses ال 4s2 و1 من ال 3d هيبقى 3d6 يبقى الاختيار صح يبقى الاختيارنا اللي هو نمبر 4 اف اي بوزيتيف 2 وكوبالت بوزيتيف 3. طيب هو بيقول on adding concentrated nitric acid to iron a thin layer formed on it which prevents the metal from further reaction. Write the name of the chemical material that can be used to remove this layer. احنا عارفين الطريقه اللاير دي بتتشال بطريقتين. منهم طريقه كيميكال اللي عايزينها دلوقتي، لكن حضرتك هتتفضل مشروع تقول لنا الطريقتين. طيب هو احنا لما نحط الاف اي مع الاتش ان او 3 لو كان ده اللي بيدي ناتج ولا ده ان احنا خدناه طبعا السنه اللي فاتت بيدي ايرون 3 وان او والوتر. لكن لما بيبقى
كونك ال HNO3 بيحصل ما يسمى باسيفيتي. تعريف الباسيفيتي فورميشن نون بورس لاير اوف اوكسايد، بيتكون طبقه من ال Fe2O3، طبقه الاوكسايد دي سراوند ذا ميتال اند ستوب ذا رياكشن، سراوند ذا ميتال اند ستوب رياكشن. تو جيت ريد اوف ذيس امبيوريتس بنعمل له حاجه من اثنين، يا اما بنعمل طبعا سكراش ليها او بنزلها ريموفينج، دي تبقى فيزيكال، يا اما بنضيف ديليوتد اسيد تو رياكت ويز الايرون اوكسايدز. هي الفيزيكال اسمها ابريجن. أيوة. صح كده؟ عشان طيب اصل انا يعني فاهم حضرتك الكتاب طبعا كتاب المدرسه هو الاساس، هو كل حاجه لازم طبعا طيب. كل حاجه في كتاب المدرسه. جزاك الله كل خير. السؤال اللي بعده بيقول برضو تشوز ذا كوركت انسر، زنك كلورايد كومباوند از بارا بارا وكالرد، ده نمبر اي. نمبر بي بارا وكالرلس، نمبر 3 دايا وكالرد، ودايا وكالرلس. برضو حضرتك هتتفضل مشكورا وتسلم. وكالرلس هو كده ان جنرال نعرف كده ان اللي بيبقى بارا لازم بيبقى كالرد. ليه؟ لان البارا معناها في امبيرد الكترون ان دي سب ليفل، والكالر بيبقى في امبيرد الكترون في دي سب ليفل، يبقى عمره ما هيبقى دايا وكالرد ولا هيبقى بارا وكالرلس. يبقى انا هشطب الدايا مع الكالرد ما ينفعش، ولا البارا والكالرلس. هشوف بقى بارا كالرد ولا دايا، ايه اللي بيحدد لي الاليمنت انه يبقى بارا او دايا ماجنتيك؟ وجود الامبيرد الكترون. وايه اللي بيحدد الاليمنت يبقى كالر ولا كالرلس؟ يبقى كالر لو كان فيه امبيرد الكترون. طيب اول حاجه هنشوف الزنك، خلاص الزنك زد ان 30 ارجون 18 4s2 3d10. هنا الزنك كلورايد، الفالنس بتاعت الزنك بوزيتيف 2، وانا لسه قايل طبعا في البدايه ان الزنك مالوش غير فالنس واحد هو بوزيتيف 2، يعني هيفقد ال2 الكترون من الفور اس. يبقى الزنك بوزيتيف 2 عباره عن ارجون 18 و3d10، يبقى دي كومبليتلي فيلد، مفيش فيها امبيرد الكترون، مفيش فيها امبيرد الكترون، يبقى ده على طول ضايع وفي نفس الوقت كالرلس. يبقى الاختيار الفورس تشويز اللي هو ضايع ماجنتيك اند كالرلس. طيب برضو هو جايب لي يعني زي ميسنج بارتس جدول كده، كاتب تايب اوف الوي والاليمنتس فورمينج ذس الوي. يعني جدول كده يعني الوي هو التايب اوف الوي، والناحيه الثانيه الاليمنتس فورمينج ذس الوي. طيب والاليمنتس لو الاليمنتس جولد وكوبر هيبقى التايب ايه؟ فورمينج الويز. هو يعني كونكشن ولا اختيار بس؟ على حضرتك زي كومبليت مثلا واحده فاضيه، فهو جاي في الاليمنتس كاتب جولد اند كوبر اف اي الاليمنتس. لا في الاليمنتس جولد اند كوبر. طيب الاليمنت هو عايز طيب يبقى له جولد اند كوبر ايو. دي اول سؤال. الجزء الثاني كويس. جايب انترستيشال الوي، يبقى هنا بقى طيب يبقى الوي انترستيشال الوي، واحنا هنجيب الاليمنتس. هو الكبر والجولد دول يعتبروا احنا ما قلنا هي 1 بي عفوا ذا سيم جروب، ما دام ذا سيم جروب يبقى سيميلر في الكيميكال بروبرتس، يبقى ده سبستيتيوشنال الوي. سبستيتيوشن الويز انترستيتشال الويز معناها حصل كومباينيشن، حصل ميكسينج باي تو ديفرنت ميتالز، ديفرنت في البروبرتس ديفرنت في الديمتر خلاص، ولكن وان انتر ان ذا مولكولار سبيس. ده مثال لما بنجيب الايرون اند كربون وزود كيميكال بوند مش السيمنتايت، طبعا عشان السيمنتايت في بينهم كيميكال بوند، ده انترستيتشال الوي. طيب بالمره بقى نقول الالوي الثالثه، الثالثه الانتر ميتاليك. ادينا مثال مثل انتر ميتاليك السيمنتايت بقى هناخد اللي هي اللي بيطلع كومباوند اف اي 3 يا اولاد سي. الله، ده هنا في كيميكال بوند، فالانتر ميتاليك بين تو اليمنتس ديفرنت في البروبرتس لكن بينهم كيميكال بوند، والبوند دي غالبا بتبقى اوت اوف فالنسي يعني مش متفقه مع الفالنسي، وبيبقى غالبا الالوي دي بتبقى سوليد. ده بالنسبه للانتر ميتاليك. انتر ميتاليك عباره عن الوي بين تو ديفرنت اليمنتس
باي كيميكال بوند، تلاقي كيميكال بوند او كومباينيشن على طول تعرف ان هي انتر ميتاليك. طيب برضو اكسبلين ايرن 3 اوكسايد could be obtained when iron 2 oxalate is heated. iron 3 oxide انا اسف، ممكن لو سخنا الايرن 2 اوكسالاتي يطلع ايرن 3 اوكسايد. اه طيب نشوفها كويس قوي قوي. ادي الاف اي خلاص، لو جبنا الاوكسالات زي ما قلنا ادي سي او او اف او زي ما بنكتبها في الكتاب سي او او. ده انا قلت يا اولاد لو حملنا له هيتنج ان ابسنس اوف اير مفيش اكسجين هيدي الاف اي او والكربون مونوكسيد والكربون دايكسيد، لكن انا عاوز احصل على الاف اي 2 او 3. طب ما انا ممكن اجيب الايرن 2 اوكسالات اف اي واعمل له هيتنج ان ذا اير، يعني في وجود الاكسجين ان ذا اير، يبقى الاف اي اللي هيطلع هيحصل له اوكسيديشن فاقدر احصل على الاف اي 2 او 3. يبقى وي كان جيت ال Fe2O3 من الايرن 2 اوكسالات when we heating it in the air. لكن هو لو heated in absence of air بيطلع ايرن 2. بيطلع ايرن 2. طيب برضو explain reaction of iron with dilute mineral acid forming the divalent salt only. لو اجيب ال Fe مع HCl diluted او ال Fe plus H2SO4 diluted. diluted ما بيبقاش oxidizing agent بالنسبة للسلفوريك أسيد والـ HCl ما هواش oxidizing agent. هيديني الـ FeSO4 الـ iron replaces الـ hydrogen والـ hydrogen اللي هيطلع يا أولاد reducing agent prevent for عفوا FeCl2 FeCl2 وده FeSO4 والـ hydrogen اللي بيطلع بيبقى reducing agent prevent formation of الـ iron 3. يبقى how can we get or we can get iron 2 using diluted acids. طيب next question برضو explain vanadium pentoxide is used as ideal catalyst. طبعا عارف اللي vanadium pentoxide خدنا في الاورجانيك ان هو بيعمل اكسديشن للتولوين وبيحصل منه على البنزويك اسيد او انا بستخدمه في صناعه السلفوريك اسيد. الفانديوم بنتوكسيد وجود امبيرد الكترون في الفانديوم، واحنا قلنا الامبيرد الكترون امبيرد الكترون ان دي سب ليفل بيديني 3 بروبرز، بيخلي الاليمنت بارا ماجنتيك اتراكت تو اوتر ماجنتيك فيلد، وبيخلي الاليمنت كالرد، وبيخلي الاليمنت اكت از ا كاتاليست. فالفانديوم بنتوكسيد هاز امبيرد الكترون ان دي سب ليفل، يعني الولد يكتب بيكوز ات هاز امبيرد الكترون ان دي سب ليفل ان دي سب ليفل. يعني معلش عشان نبقى ماشيين على الكتاب. ما عشان السؤال اكسبلين ماشي الامبيرد الكترون هيعمل بوم خلاص مع الرياكتنس اللي بيقولوا مستر محمد ده هيتكتب صح. الامبيرد الكترون هيعمل بوند مع الالكترونز في الاوتر سيرفيس اوف ذا اليمنت مع الرياكتنس، فبيعمل increase the concentration of the reactants at the surface of the metal so increase the reaction between the reactants. يعني لو خدنا كمثال عشان نفهمه اكثر برضو سي هاخد المثال مثلا بتاع النيكل ان اي في امبيرد الكترون، او لو خدت الفي 2 او 5 خلاص وفي عندي اس او 2 وفي عندي الاكسجين، فالامبيرد الكترون هيعمل بوند مع الاس او 2 والامبيرد الكترون هيعمل مع الاو 2 فيحصل اتراكت بتوين او يحصل تجاذب بتوين الاس او 2 والاو 2، فبيزيد الكونسنتريشن اوف الاس او 2 والاو 2 ات ذا سيرفيس اوف ذا فانيديوم بنتوكسايد، فبيحصل كومباينيشن بتوين الاس او 2 مع الاو 2 ادي الفي 2 او 5 عشان يديني الاس او 3 وهنا 2 وهنا 2 لبالانس الايكويشن. برضو النيكل او كاتاليست بيعمل كده. طيب explain the atomic radius across 3D transition elements is nearly constant. احنا عارفين ان لما بيزيد النمبر اوف بروتونز، لما بيزيد الاتوميك نمبر يعني يزيد النمبر اوف بروتون يعني البوزيتيف تشارج انكريز، فبيزيد الاتراكشن بتاع الالكترون في الاوتر انرجي ليفل فبيحصل ديكريز للراديوس. يبقى نمبر 1 اي ميتال عموما بيبقى increase the positive charge بيبقى increase the attraction to the outer
الكترونز او البالانس الكترونز، فبيحصل ديكريز للراديوس. مش كده خدنا السنه اللي فاتت ان الراديوس بيبقى في جروب 1 بيبقى كبير، يبقى في جروب 2 بيصغر، وبعدين بيبدا ديكريز اكتر. لكن نيجي للترانزيشن اليمنت، هنا الراديوس اندر تو فاكتورز، في الاتراكشن فورس بتشد الراديوس انها تجذب الالكترون، بتشد الراديوس بتعمل ديكريز للراديوس، اتراكشن فورس ديو تو انكريز ذا بوزيتيف تشارج اللي هو انكريز ذا اتوميك نمبر. وفي نفس الوقت النمبر اوف الكترون اللي بيحصل ادينج الكترون بيدخل في دي سب ليفل، فبيحصل ريبالشن بتوين النمبر اوف الكترونز، دي سب ليفل بيبدا يمتلئ فبيزيد النمبر اوف الكترون، فبيحصل ريبالشن فورس بتوين الالكترونز. يبقى في عندي تو فورسز افكت ذا راديوس اوف ذا ترانزيشن اليمنت، اتراكشن فورس ديو تو انكريز ذا تشارج اوف ذا نيوكليس، اند ريبالشن فورس ديو تو ذا انكريز ذا نمبر اوف الكترونز ان دي سب ليفلز، ذي ار كومبنسيت تو اتش اذر، فبيخلي ديكريز فيو فاليو اوف الراديوس بالنسبه للترانزيشن اليمنت. طيب النكست كويستشن بيقول شو باي كيميكال ايكويجن هاو كان يو انكريز ذا برسنتج اوف ايرون ان سيدرايت اور. ان سيدرايت اور كده لما نرجع يا اولاد في البروبرز اوف ايرون، عندي الاور الهيماتايت ماجنتايت ليمونايت سيدرايت. الخطوه الثانيه ان انا بعمل تهيئه، بعمل امبروف للفيزيكال والميكانيكال بروبرز خلاص، وبعمل السنتيرنج، وبعمل انكريز للكيميكال بروبرز بواسطه الروستنج. ما هو الروستنج؟ هو سترونج هيتنج. يبقى تعرفنا المعلومه اهي، الروستنج سترونج هيتنج الايرن اور ان ذا اير. لما اخد الاف اي سي او 3 اللي اتعلم مس السدرايت ده البرسنت حوالي 48% اوف اير، لما اعمل سترونج هيتنج، لما اعمل هيت لل الايرن 2 كربونات هيديني ال FeO بلس CO2. ال FeO باستمرار الهيتنج هيتحول الى معنى روستنج سترونج الهيتنج، هيتحول الى ال Fe2O3 حوالي 69.6% او حوالي 70%. يبقى زودت النسبه من 48% تقريبا الى 70%، وبنعمل طبعا بالانس للايكويشن. هضرب هنا 2 وهنا هاف اكسجين يديني Fe2O3. يبقى باي روستنج سترونجلي هيتنج الايرن 2 كربونيت اللي هو السيدرايت بيديني في النهايه ال Fe2O3، وبيحصل انكريز للبرسنتج اوف ذا ايرن ان ذيس اور. شو باي كيميكال ايكويشن افكت اوف هيتنج ايرن ان اتموسفيريك اير تو ريد هوت ايرن ذن اديشن اوف كونسنتريتد هيدروكلوريك اسيد تو ذا فورمد كومباوند. يعني at first احنا هسخنه للريد هوت كويس، الايرن ان ذا اير للريد هوت. وانا قلت يا اولاد في الخريطه اللي كنت كاتبها في البدايه ان الايرن مع الاكسجين خلاص او مع الووتر فيبر بيدي الاف اي 3 او 4. يبقى انا هجيب الاف اي بلس اكسجين باي هيت هيدي الاف اي 3 او 4 هنا 2 وهنا 3. وبعدين الاف اي 3 او 4 مع الكونسلفوريك اسيد ولا ال HCLMS؟ مع ال سلفوريك اسيد. لا كاتب هيدروكلوريك اسيد. هيدروكلوريك اسيد مع HCl. هي اصلا الهيدروكلوريك دي موجوده عندنا في المنهج؟ ما هو الهيدروكلوريك اسيد بيدي نفس النتيجه. يعني الولد هو اللي موجود عندنا في الكتاب الكونسلفوريك اسيد والهيدروكلوريك اسيد دي. طيب. هي مكتوب في السؤال قصاده كونسنتريتد هيدروكلوريك. لو رجعت كده للشكل ده بسرعه احنا عرفنا البريباريشن خلاص؟ طيب. فاضل عندي حاجه واحده، اي اوكسايد ميتال اوكسايد يتفاعل مع الاسيد يدي السولت زائد ووتر، ده هيديني سي مع اتش سي ال، ده هيديني الاف اي سي ال 3 بلس ووتر. ليه؟ لانه ايرن 3. طيب وده مع الاتش سي ال هيديني الاف اي سي ال 2 مع الووتر. ليه؟ لان ده ايرن 2. طيب ده يا مستر هيدي ايه؟ هيدي تو سولتس، هيدي الاف اي سي ال 2 والاف اي سي ال 3 بلس ووتر، مما يدل على ان ال Fe3O4 as a mixture of iron 2 and iron 3. يبقى نرجع للسؤال ال Fe3O4 قلنا كانه mixed from two oxides، يبقى لما يتفاعل مع الاسيد هيديني two salts FeCl2 و FeCl3 بلس الووتر، ونعمل balance بس للايكويشن. هضرب هنا في 2 يبقى ادي 3 iron والاكسجين 4، يبقى نحط هنا 4
وال HCL هنحط لها 4. يبقى ده ممكن يجي سؤال اخر. Give reason magnetic oxide reactive does it gives two salts because it is a mixture of two oxides. أو سؤال prove that Fe3O4 is a mixture of two oxide, it reacts with acid gives two salts. طيب كويس. السؤال اللي بعده بيقول show by chemical equation reduction of iron ore in blast furnace ومادريكس furnace. احنا بقى ناخدها ككمباريزون نخلص الحته دي. كويس قوي. احنا في البدايه لما عملنا روستنج بعد ما عملنا السنتيرنج وبعد ما عملنا الدريسنج والفيزيكال والروستنج الكيميكال بروبرز اتحول في النهايه كله الى اور. الاور النهائي هو عندي Fe2O3. عاوز اعمل له الخطوه الثانيه اعمل له ريدكشن. اعمل له ريدكشن يبقى عاوز اعرف مين الريديوسنج ايجنت. يبقى اول حاجه الريديوسنج ايجنت ممكن يبقى كربون مونوكسيد وممكن يبقى ووتر جاز اللي هو ميكسر من الكربون مونوكسيد والهيدروجين. H2 مع CO ده it is called water gas. طيب لو كربون مونوكسيد استخدمته as the reducing agent هستخدم حاجة اسمها او الجاز اللي عندي blast furnace. يبقى البلاست فرنس الريديوسنج ايجنت هو كربون مونوكسيد. بينما لو استخدمت الوتر جاز يبقى الفرنس عندي اسمه مادريكس فرنس. تعال نشوف الاثنين عشان يبقى كومباريزون بين المادريكس فرنس والبلاست فرنس في الحصول على الريديوسنج ايجنت وعمليه الايه الريدكشن. الحصول على الريديوسنج ايجنت هنتكلم على البلاست فرنس. احنا بنقول ان الريديوسنج ايجنت هو كربون مونوكسيد. طب بنجيب الكربون مونوكسيد منين؟ بنجيب الكوك اللي هو الكربون وبنعمل له هيتنج يديني كربون دايوكسيد. كميه الكربون كثيره فبيحصل ريدكشن للكربون دايوكسيد الناتج مع الكربون ويديني الكربون مونوكسيد اللي هو الريديوسنج ايجنت. طيب يبقى الكربون مونوكسيد هيعمل عمليه ريدكشن من كلمة ريدكشن للأور. الأور كان إيه يا أولاد؟ الـ Fe2O3. مين الـ reducing agent؟ كربون مونوكسيد. يعني إيه ريدكشن؟ يعني أتخلص من الأكسجين. ها؟ فوق 700 degrees Celsius. يبقى هيديني الأيرون والأكسجين هيبقى للكربون مونوكسيد CO2. ونعمل بالانس 2 وهنا 3 كربون دايوكسيد. يبقى ده بالنسبه لايه؟ الايكويشن بتاعه البلاست فيرنس. الايكويشن بتاعه المادريكس احنا بنقول ان الريديوسنج ايجنت هو عباره عن الووتر جاز. طيب ازاي بنعمل بريبيرنج للووتر جاز؟ بيبقى عمليه ال CH4 مع الووتر في وجود كاتاليست وفي وجود هيت 725 ديجري سيلسيوس بيديني الكربون مونوكسيد والهيدروجين. ادي الكربون مونوكسيد از 3H2. يبقى ده الريديوسنج ايجنت للاور. يبقى عمليه الريدكشن ال Fe2O3 بلس الكربون مونوكسيد بلس الهيدروجين H2 هيحصل ريدكشن للاير يديني ال Fe والكربون مونوكسيد هيبقى كربون دايوكسيد والهيدروجين هيبقى ووتر. ونعمل بالانس هنحط 3 من ال CO و3 من ال H2 عشان يديني 3CO2 3H2 ويبقى 4Fe. والتكر يا ابني ان دي ليها اكتر من وزن، يعني ممكن ان انا اغير نسبه الهيدروجين او نسبه الاكسجين، لكن هي موجوده عندنا كده في الكتاب لان دي الاماونت الفعلي بتاعه الكربون مونوكسيد والهيدروجين المستخدمه في الفرن في البلاست فيرنس في مادريكس فيرنس هي عباره عن 1:1 يعني لسه 50 الى 50. طيب بصوا ولادي عشان تبقوا فاهمين احنا ماشيين ازاي، احنا قلنا في اول الحلقه احنا ماشيين شابتر 1 النقط المهمه بتاعته قلناها في الاول وبنعمل عليها تطبيق من خلال مجموعه اسئله احنا مجهزينها لحضراتكم. اوكي عايزه اضيف عليكم انه احنا عملنا من اسبوع تقريبا حلقه مراجعه كانت حلينا فيها امتحان الدور الاول. رجاء دي تبقى مرجعيه ليكم، يعني الريفرنس بتاعكم حلقه النهارده ان شاء الله، حلقه بكره، حلقه حل الدور الاول اللي هي كانت الاسبوع اللي فات واللي قبله. وشكرا،
دي كده الحاجات الاربع حلقات اللي انت محتاج تتفرج عليهم قبل ما تخش سريرك، اتفقنا كده؟ عشان انا مش عايزه اكرر نفسي، يعني مش عايزه اقول لك اسئله شابتر 1 اللي جت في الدور الاول بس، يعني هي دي قصتنا. هو ممكن اضيف حاجه بس احيانا يعني انا ببص سي مثلا في الدور الاول جه البريبريشن اوف ميثان، يبقى محتمل يجي بريبريشن اوف ايثين، جه مثلا بريبريشن اوف بنزويك اسيد يبقى محتمل يجي اسيتيك اسيد اند سو اون. يعني انت لما بتذاكر زي ما تقول المس وتحل الاسئله بتاعت الدور الاول اللي حليتهم معاك المس، يبقى في المقارب ليها هيبقى نفس المستوى او نفس الايه الستايل بتاع الايه الاكزام. جزاك الله كل خير. في عندي اربع اسئله ساينتفك تيرم، انا عايزه ابقى بقفل كل شابتر 1، الحمد لله ما بنكررش نفسنا. اوكي هو بس قبل ما اقول الساينتفك تيرم، هو في سؤال بيقول ان ايرن 2 اوكسايد مع دايليوت هيدروكلوريك اسيد شو باي كيميكال ايكويشن، هيحصل ايه؟ الايرن 2 اوكسايد، 2 اوكسايد الايرن 2 اوكسايد مع اي اسيد يا اولاد؟ ما دام 2 اوكسايد يبقى هيديني الايرن 2 سولتس FeCl2 بلس ووتر. وانا طبعا في الخريطه اللي انا كنت راسمها قلت الايرن 3 مع اللي هو الميتال اوكسايد مع الاسيد يدي سولت ذا ووتر. لو كان ايرن 2 هيدي سولت 2، لو كان ايرن 3 هيدي سولت 3، لو كان بلاك اوكسايد او الماجنتيك اوكسايد هيدي الاثنين الايرن 2 سولت والايرن 3. يبقى الاف اي او مع الاتش سي ال كونكا او ديل هيدي اف اي سي ال 2 بلس ووتر. انا خدت بالي من حاجه حضرتك، السؤال بتاع الفانيديا بنتاكسايد حضرتك جاوبته لنا لما جه في الدور الاول، جه السؤال ازاي يعني ده كان في نماذج الوزاره بتاع الفانيديا بنتاكسايد، جه قال له اكسبلين ترانزيشن اليمنتس ار يوزد از ايديال كاتاليست، هي نفس الاجابه بالظبط. بس لان هو تعريف الترانزيشن انت يا اولاد قلنا تعريف الترانزيشن انت ايه؟ انه في امبيرد الكترون في دي، يعني دي كونتينز الكترون بات نوت كومبليتلي فيلد، يعني في امبيرد، كل ترانزيشن اللي فيها امبيرد والامبيرد هو اللي بيعمل يبقى كاتاليست، يبقى اذا هي فعلا تعتبر زي ما قالت الميس ايدل كاتاليست. طيب الساينتفك تيرم بيقول the process of heating iron ore strongly in air for drying and heating iron ore in air strongly in air for drying and expelling humidity and to increase the percentage of iron in the ore. احنا قلنا ده معناها روستنج، يبقى روستنج سترونجلي هيتنج الايرن اور ان ذا اير. وكان من ضمن الايمز بتاعه الروستنج ان احنا بنعمل جيت ريد اوف هيوميديتي، عشان كده بنحول الليمونايت الى اف اي 2 او 3 وانكريز ذا بيرسنتج اوف ذا اير، عشان كده المثال اللي احنا خدناه حولنا السدرايت الى اف اي 2 او 3 وحصل انكريز للبيرسنتج اوف ذا اير. وتالت حاجه في الروستنج هو جيت ريد اوف امبيرس، لما بيبقى فيه سلفر او فوسفورس بيتحول الى اس او 2 gases evolved او Fe2O3 برضو gases evolved. طيب يبقى الاجابه roasting. elements in which 3D sublevel is successively filled with electrons. 3D completely او هو successively filled but not completely filled. خلاص ده transition element. بس افتكر يا ابني لما تلاقي كلمه كده مهمه جدا خدها بالظبط، ليه حدد 3D؟ عشان انا احدد له the first series. لو قال لي دي عموما خلاص هقول له main transition element. لو قال لي دي اند اف هقول له ترانزيشن اليمنت، لو قال لي اف هقول له انر ترانزيشن، لكن قال لي 3 دي يبقى بقصد بيها مين ترانزيشن اليمنت وانهي سلسله ذا فيرست سيريز اوف ترانزيشن اليمنت. اي ثينك لازم تبقى دقيق في الاجابه بتاعتك لان دي كيمستري، يعني طيب بنطلع علماء لازم يبقى في دقه شويه في الماجنتيك بروبرتي ات ويتش كاركترايزز ذا ايونز اتومز اور مولكيولز ذات هافينج انبيرد الكترونز ان ذا دي sub level orbitals. طيب هو عاوز الماجنتيك بروبرس، انا عندي حاجتين اتنين ماجنتيك بروبرس، بارا ماجنتيك اللي هو اتراكت اوتر ماجنتيك فيلد وضايا ماجنتيك اللي هو ريبيل. ايه الفرق بينهم؟ لو في امبيرد الكترون يبقى ده بارا ماجنتيك. يبقى لما اقرا السؤال كده واحط خط تحت الكلام المهم هبص لعندي كلمه مهمه قوي، خلاص امبيرد الكترون واتراكت اوتر ماجنتيك فيلد، يبقى الاجابه البارا ماجنت. طيب بروسيس او البارا ماجنتيزم process of collecting fine particles of iron ores to obtain larger particles suitable for reduction. احنا بنعمل الايرن لما بنيجي في عمليه الدريسنج بنعمل خطوتين اتنين، اول حاجه بنعمل كراشنج الكتل البيج بارتكلز او البيج قصدي البيج ماس، بنعمل لها كراشنج بنحولها الى سمول. الفيري فاين والباودر والاش اللي بتطلع من الفرنس بنعملها كوليكتنج وبنسمي العمليه دي سنتيرنج.
يبقى سنتيرنج الاجابه بتاعت كولكتنج الفاين بارتكلز او الاش او الباودر الى بيج بارتكلز. اخر سؤال في شابتر 1 اكسبلين تايتانيوم الويز وذ الومنيوم ار يوزد ان ذا مانيفاكتشر اوف ايركرافتس اند سبيس شاتلز. هو وجود الالويز بين التيتانيوم وبين الالومنيوم بيخليه ان هو هاردر. كان يعني لايتر بيبقى خفيف خلاص وبيبقى مور هاردر فبيبقى افضل من الالمنيوم، زائد ان هو بيقدر يتحمل الهاي تمبريتشر خلاص لما بيحصل له اليفيتد تمبريتشر ات كيبس اتس هاردنس وزاوت بيند او زاوت افكت. طيب يبقى الاجابه ان هو بيعمل الالوي دي بتبقى ات اليفيتد تمبريتشر ات كيبس اتس هاردنس. طيب هنبدا مع بعض شابتر 2. اصل انا يعني عايزه معلش تارجت ان انا نوصل لحضرتك النهارده خلصنا 1 و2 و3 عشان بكره يبقى 4 و5 ان شاء الله، يبقى احنا كده خلصنا المنهج في يومين. اوكي شابتر 2 بيقول شو باي ذا مين اكسبيرمنت هاو كان يو يوزنج ايكويشنز هاو كان يو ديتكت براكتيكالي الفوسفات انايون والسلفات انايون باي ذا مين اكسبيرمنت. طيب عشان اعمل ديفرنشيشن او اعمل ديتكشن خلاص، يبقى لو ديفرنشيشن ذا سيم ريجنت خلاص او ذا سيم كومباوند بنكشف عليه، وهنا عندي الديتكشن بالنسبه لهم بيستخدم الباريوم كلورايد. عندي البي او 4 بوزيتيف 3 وعندي الاس او 4 نيجاتيف 3 ونيجاتيف 2. هنا لما اجي استخدم اعمل ديتكشن للفوسفيت واعمل ديتكشن للسلفيت يفضل ان انا استخدم الصوديوم سولت. الصوديوم سولت بيبقى متوفر يبقى البالانس 1 ويبقى ديزولف النوتر بيبقى سهل، لكن استخدمت اي سولت اخر ينفع لان انا بكشف على الانين. يبقى سي هاخد ال Na3BO4. طيب مين الريجنت عندنا يا مستر؟ هو الباريوم كلورايد، المجموعه دي بكشف عنها بالباريوم كلورايد. ما ينفعش HCl ولا ينفع H2SO4 لانها اما ان تكون السولت بتاع هذا الاسيد او مور ستيبل زان ال HCl. يبقى انا عندي الديتكشن مع الباريوم كلورايد، يبقى هنا هيديني الباريوم سلفيت مع الصوديوم كلورايد NaCl بلس Ba3BO4 تك باي 2 تك، لان الفوسفيت البالانت 3 يبقى 3 عند الباريوم و2 عند البي او اس او 4 واعمل بالانس. ابص هنا 3 للباريوم 3 والفوسفات في 2 احط هنا 2 هلاقي ان الصوديوم كلورايد 6 وده عباره عن وايد بريسيبيتيت وايد بي بي تي ديزولفد ان ديلوتد اسيد زي اتش سي ال. طيب ومهمه جدا اكتب ديزولفد ليه يا اولاد؟ لان التاني هيبقى وايد بريسيبيتيت. طب افرق بينهم ازاي؟ ان التاني السلفيت اند ديزولف، يبقى هجيب ال Na2SO4 واحط له برضه الباريوم كلورايد هيديني NaCl بلس BaSO4 وايد بريسيبيتيت بات اند ديزولف ان ديلوتد اسيد. لو ما كتبتش الديزولف والاند ديزولف يبقى الاجابه مش كامله، يبقى مش صح لان الاثنين باريوم. بس تكير لو انا بعمل ديتكشن ده صح وده صح لان طلع عندي وايد بريسيبيتيت، لكن لو بعمل ديفرنشيشن بفرق بين الاثنين لازم ادي خاصيه تفرق بين ده وبين ده. يبقى تكير لو ديتكشن بس خلاص ده كده صح، لو بعمل ديفرنشيشن لازم اقول ديزولف ان ديلوتد اسيد والسلفيت اند ديزولف ان ديلوتد اسيد. طيب احنا في حاجه فاتتنا كنا متعودين نعملها في اول الشابتر، كراستك يا ابني وقلمك واكتب ورانا. شابتر 2 البراكتيكال اكسبيرمنتس اللي موجوده في اللي هي الديتكشن بتاع الانين والكاتاين، اكتب حاجه لازم تذاكر البراكتيكال اكسبيرمنتس والايكويشنز لازم يتذاكروا، هيجي لك منهم هاو تو ديفرنشيت يا براكتيكالي وذاوت ايكويشن يا وذ رايتنج ايكويشن زي ما شفنا دلوقتي. كان السؤال ديتكشن. نمره 2 مسائل البروبلمز اللي عندك لازم هيجوا، لازم يعني هنحل مسائل دلوقتي مع مستر محمد لازم هيجوا. طيب اسمحي لي اعمل تلخيص كده بسرعه للانين والقطين اساميهم بس والالوان مهمه جدا ان اعرف الالوان. خلاص فضل. الانين يا ابني بتقسمت الى 3 جروبس. المجموعه الاولى بكشف عليها ب اتش سي ال وهي عباره عن الكربونات والبي كربونات
والسلفايد والثلفايت والسيوسلفيت والنيترايت. الناتج هيبقى اسيد غالبا، والاسيد ده يحصل له ديكومبوزيشن الى ووتر والى نون ميتال اوكسايد. يعني هتاخد سي او 3 مع الاتش، اتش سي او 3 مع الاتش، اس مع الاتش. اوكي طيب، وطبعا اعرف ازاي بكشف على كل واحد منهم. المجموعه الثانيه بيبقى الاتش 2 اس او 4، لان هي عباره عن صوص جايه من اسيد يا اما قد الاتش سي ال يا اما مور ستيبل زان الاتش سي ال، فما ينفعش اكشف عنها بالاتش سي ال. ودول اربعه عندي، الكلورايد والبرومايد والايودايد والنيتريت ان او 3. وطبعا الناتج هيبقى اتش سي ال واتش بي ار واتش اي واتش ان او 3. كل واحد منهم بيتفك، الاتش سي ال بكشف عنه بالامونيا بيدي وايت كلاود، الاتش بي ار بيتفكك وبيديني البروماين اللي بيحول الستارش الى يلو، والاي دي بيحول الستارش الى بلو، والان او 3 هيتفكك طبعا عشان يديني ان او 2 ريدش براون. طيب المجموعه الثالثه اللي احنا لسه قايلينها، يبقى ال ديتكشن بتاعها يوزنج الباريوم كلورايد، وهي عباره عن مجموعه الفوسفيت والسلفيت. طيب ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للانين. نيجي نشوف بالنسبه للكاتا، وقلنا الانين لما تيجي تستخدم استخدم معاها الصوديوم، هي نيجاتيف يبقى حط لها الصوديوم بس. الكاتاين طبعا مور كومبليكيتد في الديتكشن عن الانايل، لان عددها كتير وليها اكتر من فالنس وبتديني كومبلكس كومباوند. دول الثلاث اسباب اللي بيخليها مور كومبليكيتد ان ديتكشن. ولكن احنا قسمناها الى ستة جروبس. الفيرست جروب ما عندناش فيها حاجه، لكن عندها سؤال بكشف عنها دايما بالاتش سي ال، لان الكلورايد بتاعها كلورايد سولتس اند زول بيترسب بكلر مميز. طيب السكند عندي منها الكبر، والديتكشن بتاعها باستخدام ال H2S لكن dissolved in HCl لانه جاز H2S، والرسب اللي هيبقى CUS وده لونه بلاك بريسيبيتين. المجموعه الثالثه الثيرد منها ثلاث حاجات، الالومنيوم بوزيتيف 3 والايرون بوزيتيف 2 والايرون بوزيتيف 3. وهنا الديتكشن يا اما باستخدام الصوديوم هيدروكسيد او باستخدام الامونيوم هيدروكسيد. والراسب في كل منهم هيبقى الالومنيوم هيدروكسيد وذا وايت جيلاتينيوس بريسيبيتيت وايت ديزولفد ان اكسس اوف صوديوم هيدروكسيد. الايرون 2 هيبقى الاف اي او اتش اول باي 2 وذا وايت جرين بريسيبيتيت وايت جرين، او كتبت جرين او ديرت جرين او جرين شويه صح. الاخير هيبقى الاف اي او اتش اول باي 3 وذا راسب عباره عن ريدش براون بريسيبيتيت. فاضل عندي الفورث ما فيش منها حاجه، الفيفث الفور والسكس ما عندناش منها امثله، الفيفث عندي الكالسيوم بوزيتيف 2 وبكشف عنه بطريقتين، يا اما بالامونيوم كربونيت ان اتش 4 اول باي 2 سي او 3 وهيديني وايت بريسيبيتيت من الكالسيوم كربونيت، يا اما باستخدام الفليم تيست وده الوحيده اللي فيها الفليم في كل الديتكشن ويديني بريك ريد كلر. انا اسف يا مس بس يعني لمينا بسرعه الايه لا انا سعيده ان حضرتك بترجع لاولادي الشغل، يعني عشان نبقى عملنا ريفيجن سليمه، واللي مش ما كانش متابع وعارف هو بيعمل ايه. عشان لو عمل ورقه زي كده وحفظ الالوان يا ولاد، اهم حاجه ان انا عشان اعمل ديتكشن او اعمل ديفرنشيشن لازم اذكر الكلر. وعشان كده نتيجه شرح حضرتك السؤال بيقول، هتقول اجابته سريعا لانه حضرتك قلتها، اكسبلين دايلوت هيدروكلوريك اسيد از يوز تو ديتكت ثيوسلفيت اند نوت سلفيت ايون. يبقى ال HCl مور ستيبل ذان ال H2S، يبقى كان بيوز تو ديتكت السلفايد. هو بيتكلم على ثيوسلفيت. الثيوسلفيت ولا السلفيت؟ الثيوسلفيت برضه وسلفيت بالظبط، يبقى مور ستيبل ذان H2S2O3، يبقى بستخدمه في الكشف عن السولت بتاع S2O3. But it is less stable than sulfuric acid، يبقى ما اقدرش اكشف عن السولت بتاعها اللي هو ال H2SO4 والسولت بتاعها SO4 اللي هو السلفيت. الفكره الاساسيه الساينتفك بيز في الديتكشن ان المور ستيبل اسيد كان ريبليس الليس ستيبل اسيد فروم اتس سولتس، يبقى بيطلع الاسيد الضعيف. والحاجه الثانيه الاسيد الضعيف اللي بيطلع بيتفكك الى زي ما قلت ووتر والى نان ميتال اوكسايد، بقدر اكشف عنه بطريقه ما. وده بيأكد الأسئلة يعني اللي حضرتك بتقوله بيجي في الامتحانات اهو بالنص. السؤال اللي بعده بيقول if concentrated sulfuric acid added to solid salt and orange vapors are evolved then the salt will be. الاختيارات
احنا دلوقتي مطلعين مع السلفوريك اسيد اورنج فيبرز. كويس، يبقى اول حاجه استخدمت ال H2SO4 بكتب المدهوني خلاص مع الصوت واداني ان اورنج فيبرز. الاختيارات هو دلوقتي بيسال السوليد سولت ده مين؟ صوديوم كلورايد NaCl ولا NaBr صوديوم بروميد ولا NaI Br خلاص Br كتبتها. ها الثالثه KNO3 والرابعه KI وKI. كويس، لما بستخدم ال H2SO4 مع ال NaCl انا قلت هيديني ال HCl بيعمل وايت كلاود مع الامونيا. لما استخدم ال H2SO4 مع ال NaBr هيديني HBr بالتسخين هيطلع Br اورنج وبيحول الستارش انتو يلو. لما استخدمه مع ال KNO3 هيديني HNO3 اللي هيتفكك الى الووتر والاكسجين و NO2 ريدش براون جاز ريدش براون. لما مع ال KI هيديني HI اللي هيتفكك الى ايودين لونه فايلوت. يبقى انا ما دام عرفت الالوان مين اللي فيهم اللي قلت لونه اورنج هو البروميد. يبقى الانسر هي NaBr. طيب how can you differentiate practically between without equation؟ زي ما قلنا لك اللي مستر محمد قاله موجود. نمبر A باريوم فوسفيت وباريوم سلفيت حضرتك كنت قلتها لنا. بس هنا المفاجأة ان هو جايبهم باريوم سولتس، يعني هو اوريدي مدينا الوايت بريسيبيتيتس كده. ايوه هي دي التركية اللي في السؤال بالظبط. فتفضل حضرتك مشكورا، قول لنا التفرقة هنا تكون ازاي. طب احنا كشفنا عن السلفيت والفوسفيت حطينا له باريوم اداني اتنين، قلنا الحالتين وايت بريسيبيتيت. الفرق بينهم ان ده اندزولف اللي هو السلفيت بينما الفوسفيت ديزولف. يبقى بدون طبعا كتابه ايكويشن بعمل ديزولفنج ان ديليوتد اسيد، عفوا ديزولفنج ان ديليوتد اسيدز ان اتش سي ال. اللي هيديزولف يبقى ده الفوسفيت، اللي ان ديزولف يبقى ده السلفيت. السؤال اللي بعده هو سؤال كان تريكي عشان كده انا حبيت اقول كويس كويس. السؤال اللي بعده انت عارف حضرتك بتحب الاسئله التريكي، انت ما بتحبش الاسئله التقليديه خالص. انا اصلا بيفكر والله الكيمستري يا اولاد سهله جدا بس شغل دماغك شويه هتلاقي سهله جدا وبسيطه. عشان كده انا مع الوزاره قلبا وقالبا في تغيير نظام الاسئله الى السيستم التفكيري. ايوه احنا كل ترند على بتفهم ليش بتحفظ. واحنا هنا في القناه ان شاء الله بنواكب القصه دي، يعني ان شاء الله من السنه الجايه الاولى وثانيه ثانوي بتفكير، لما نوصل ثانويه عامه ان شاء الله يا ربنا يا رب يدينا الصحه والعمر ونكون مع حضراتكم، هتلاقونا جاهزين بماده علميه ثريه بطريقه التدريس الجديده ان شاء الله. احنا جاهزين تقلقوش علينا. ربنا بس يدينا الصحة وطولة العمر. بص حضرتك السؤال التاني، صوديوم سلفايت وصوديوم كلورايد. صوديوم سلفايت سلفايت SO3 وصوديوم كلورايد، والراجل الحقيقة تفضل مشكور قال using silver nitrate solution. لما بنحط AgNO3 خلاص هنا هيديني ال Ag2SO3 وايد بريسيبيتيت، وهنا هيديني ال AgCl وايد بريسيبيتيت، ولكن الوايد بريسيبيتيت بتاع السلفايت تيرنز بلاك باي هيتنج بينما ده تيرنز فايلوت ان سان لايت. يبقى ده بيحصل زائد ان ده كمان ال AgCl كان ديزولف ان امونيا اند ان ديليوتد اسيد بينما ال Ag2SO3 كان نوت ديزولف ان ديليوتد اسيد، لكن الاثنين الرسيبين طبعا اللون وايت مع الاي جي ان او 3. والاي جي ان او 3 يا اولاد مهمه جدا ان انا بقدر افرق بينها بين ست انواع من السولتس. مع السلفايد بتدي وايت تيرنز بلاك باي هيتنج، مع السلفايد بتدي بلاك، مع الكلورايد بتدي وايت مع تيرنز فايلوت طبعا ان سان لايت، مع البروميد بتدي وايت يلو سلايتلي ديزولف ان امونيا اند ديليوتد اسيد، مع الايودايد بتديني يلو خلاص and dissolve in diluted acid and in ammonia solution، ومع الفوسفيت بتديني yellow precipitate dissolved in diluted acids. فحلو قوي السؤال بتاع السيلفر نيتريت ده وبيلم حاجات كتيره يعني من السولتس. سته من الاسئله الثانيه على شابتر 2، وهنا تبقى مساله احنا متفقين احنا مش هنمشي بالترتيب، بس هو ده شابتر 2 يعني مش قصدي مش بالترتيب جوه الشابتر، يعني اللي يجي لنا اسئله مفتوحه هنحلها. بص بقى حضرتك انا قدام مسالتين، مساله كويس. منهم حضرتك توقعناها الدور الاولاني وقلنا بكره هتروحوا تلاقوها وجت اهو، والورقه امتحان الدور الاول معانا بتاعت البرسنت دي. ايوه حضرتك تفضلت مشكورا وحليناها قلنا دي جايه
قلنا دي يعني يعني احنا قلنا دي جايه بكره يا جماعه، وجت الحمد لله بكره، عشان بس ايه تعرفوا احنا هنا مش بنهزر. السؤال بيقول ديزولفينج 4 جرام، بس ده مش اللي مش دي المساله اللي جت في الدور الاول. انا مثال زيها، لا مثال حاجه ثانيه. مثال مساله ديزولفينج 4 جرام ان بيور ان اي او اتش ان ووتر، ان بيور ان اي او اتش ان ووتر and complete the volume to 200 milliliter. يبقى الفوليوم هي دي. هي دي اللي احنا قلنا جايه 200 مللتر. احنا هي دي اللي احنا قلنا انها جايه. بالعكس ده هو جابها لهم اسهل. هقول لحضرتك ازاي. if 10 milliliter of this solution neutralizes with 15 milliliter 0.2 molar hydrochloric acid. 15 ملل HCl. ال HCl concentration بتاعته كام؟ 0.2 مولر. Calculate the percentage of NaOH in the sample. Between brackets. ال Na 23 وال O 16 وال H 1 وال H equals 1. لازم يجيلي الكلام ده. في الدور الأول جابها لهم سهلة، قال لهم بدل ال 200 مللتر دي خليها لهم 1 لتر. شفت طيبة القلب؟ شفت طيبة القلب؟ بيقولوا امتحان الكيمياء مش عارف ماله. طيب بص، لما كلمة امبيور أو ميكتشر أو أور، يبقى أعرف إن الماس اللي مدوني في الأول ده مش للمادة بس، معاها الامبيورتس. يعني إذا الفور جرام دي مع عبارة عن إن إيه وإتش مع امبيورتس. هو هنا جابها لي مباشرة، قال لي امبيورتس، امبيور ان اي او اتش يعني معاها امبيورتس، يعني الان او اتش ما هوش ال 4 جرام. يبقى انا مهمتي ان انا اجيب ال 4، اجيب الماس بتاعه الان او اتش قد ايه في ال 4 جرام عشان اجيب البيرسن. طيب هنا ما دام اداني الام والفي، يبقى استخدم القانون بتاع ام في ام اي في اي على ان اي يساوي ام بي في بي على ان بي. لكن اول خطوه في حل المسائل لازم بالانسد ايكويشن، اعمل الايكويشن بالانسد. ادي اتش سي ال بلس ان اي او اتش يديني ان اي سي ال بلس اتش 2 او، وهنا سهله الايكويشن لان السي ال مونوفالنت والصوديوم مونوفالنت، فهنا المعادله موزونه. وبعمل كده بجيب هنا الام اي والفي اي، الان اي ب 1 خلاص، الان اي عباره عن قال لي 0.2 والفي اي عباره عن 15. طيب وطبعا عشان الطلبه يسالوا ان اي ب 1، وهنا عندي الام بي للبيز، الام بي دي مجهوله، ام بي اكس دي مجهوله، والفي بي. طب يا مستر ال 20 ولا ال 10؟ هو السوليوشن كله 20. 200 خدت من 200 عفوا 200 خدت منه 10 مللي، يبقى انا هشتغل على ال 10 مللي لانه ده اللي حصل له نيوتراليزيشن. لكن في الاخر هنقول هنستفيد ازاي من ال 200 دلوقتي. والان طبعا الان بي 1، بطبق القانون ام اي في اي على ان اي بتساوي ام بي في بي على ان بي. يبقى انا عندي لما احل المساله دي ام بي هتطلع 0.2 في 15 ديفايد 10 0.3، هتطلع 0.3 مولر. ده الايه الكونسنتريشن بتاع ال ان او اتش اللي ده في الووتر. طبعا مش هيفرق بقى الفوليوم، هنا الكونسنتريشن عباره عن نمبر اوف مول ديزولفد ان 1 لتر. عشان اجيب الماس في عندي قانون مهم قوي بنجمعه كده، الماس بيساوي المولر ماس، تحفظوا ده كويس قوي قوي، المولر ماس في الكونسنتريشن او المولاريتي في الفوليوم ان لتر. ما انساش ان لازم الفوليوم اللي عندي ان لتر، اني فوليوم؟ الفوليوم 200 مللي لتر، واجيبه بالايه؟ باللتر. هتطلع الإجابة يبقى نستخدم بقى 4 جرام، يبقى الماس هيساوي، بس الأول اللي حضرتك أوريهم، بس أنت جبت الـ NR إزاي بنجيب المولر ماس. المولر ماس يا أولاد بيبقى عبارة الـ NA خلاص مع الـ O مع الـ H، يعني 23 بلس 16 بلس 1. ده إزاي بجيب المولر ماس؟ خلاص الرقم ده كله هيطلع 40 تايمز، قلنا الكونسنتريشن طلعناه كام؟ 0.3. خلي بالكوا تركيز ال 10 مللي هم نفسهم تركيز ال 200 مللي، ما هي ال 10 مللي متاخده يعني اللي هنا قد اللي هنا، هو المختلف مين؟ الديزولفد ماس. ما هو مش معقول الماس اللي ده يبقى في 10
هي اللي زي اللي دايبه في 200، فاحنا عايزين الماس اللي دايبه في 200، لكن تركيزا الاثنين قد بعض. هو انت دلوقتي لو عندك ازازه دواء تركيزها 0.2 مولر، لما تشرب منها معلقه فانت شارب 0.2 مولر. هي دي الجرعه اللي بيديها لك الدكتور، دي الكميه اللي عايزه تخش جسمك، اللي هي تركيزاتها قد بعضها بس. لكن الماس اللي دايبه بقى لا، ما هو انت مش معقوله اللي دايب في 10 زي اللي دايب في 200، فاحنا عايزين نجيب الماس اللي دايبه في 200 بس. يبقى ان بنقول الفوليوم ان لتر. طيب الفوليوم ان لتر كام؟ هو قال لي 200، يبقى 200 ديفايدد 1000، لما حول المل لتر الى لتر يا اولاد ديفايدد باي الايه 1000، يبقى دي كلها هتساوي كام؟ 2.4 جرام. 2.4 جرام. يبقى طلعنا الماس بتاع مين؟ الصوديوم هيدروكسيد. طيب البيرسنت عند القانون بيقول لي التوتال ماس، قصدي الماس اوف ذا سبستانس على التوتال ماس في 100. انا عاوز اجيب البيرسنت اوف صوديوم هيدروكسيد اللي هو الماس بتاعته كام؟ 2.4. التوتال ماس في اول مساله قال لي 4 جرام، يبقى 2.4 ديفايدد 4 تايمز 100 60% هتطلع 60%. خلي بالكوا دي المساله اللي مستر محمد قال الدور الاول احنا قلنا انها جايه، وفعلا بسم الله ما شاء الله تاني يوم جت، وجت اسهل من كده. يعني هو بدل ال 200 مللي جابها لكم لتر، فيعني الحمد لله انه طول عمرنا يعني هيديني طبعا الام جي سي او 3 ذا وايت بريسيبيتيت والووتر والكلام ده. لازم يبقى طالب فاهم ان البيكربونيت لما بيحصل له هيتنج بيديني كربونيت ووتر وكربون دايوكسيد، وايضا الكربونيت مع الووتر مع الكربون دايوكسيد لما بيحصل له ميكس ان توجذر بيدي البيكربونيت. اوكي مس. While heating solution of ammonium bicarbonate doesn't form a precipitate. Ammonium carbonate. Ammonium bicarbonate. Ammonium bicarbonate NH4 HCO3. اعمله heating. No precipitate is formed. ما ده هيديني طبعا، ما هو برضه هيديني كربونيت، بس الكربونيت ده بيدوب. يعني الكربونات اللي فوق مغنيسيوم كربونات، هي قاعده ان اي باي كربونات بالظبط. تمام هنقول مس. طيب الفرق ايه بقى؟ ان انا خدت كده معلومه ان اول صوديوم بوتاسيوم امونيوم اند باي كربونات ديزولف ان ووتر. جميع الامونيوم ايون والصوديوم والبوتاسيوم والباي كربونات ديزولف ان ووتر. طب انا سخنت الامونيوم بيكربونات اللي هي كانت بتدوب، لما بسخنها قلنا قلت البيكربونيت بيتحول الى كربونيت، هيديني ال NH4 2CO3 طبعا والووتر والكربون دايوكسيد. طب الاولاني اداني مغنيسيوم كربونيت وايت بريسيبيتيت، الثاني امونيوم، فانا بقول له ان الامونيوم سولتس ديزولف ان ووتر، يبقى مش هيدي بريسيبيتيت. حلو السؤال ده، جديد شويه. السؤال اللي بعده مساله برضو اللي هي ان شاء الله يعني جاي، بيقول 5.88 جرام 5.88 جرام اوف سامبل اوف هيدريتد كالسيوم كلورايد. كالسيوم كلورايد هيدريتد يعني في نسبه من الروتر دوت اكس ما اعرفهاش قد ايه، اكيد هيسال طبعا عن الروتر. سترونجلي هيتد تل كونستانت ماس اوف 4.44 جرام. 4.44 جرام. خلاص calculate the number of moles of water of crystallization. Of crystallization water. الكالسيوم ب 40 والO ب 16 والH ب 1 والCl 35.5. أول حاجة لازم أشوف الإيكويشن موزونة إزاي. وهنا تبقى في علاقه حاجتين اتنين بس، مديني حاجه وحاجه مجهوله يا اولاد. ادي سي اي سي ال 2 دوت اكس اتش 2 او كان 5.88 جرام باي سترونجلي هيتنج، حصل ايفابوريشن للاكس اتش 2 او اداني كالسيوم كلورايد بلس اكس اتش 2 او. الكالسيوم كلورايد اللي هو البريسيبيتيت كان 4.44، يبقى اقدر اطلع الماس اوف ووتر في السامبل اللي قدامي ده هيطلع 1.44. حضرتك مليني الرقم 5.88، انت قلت كده ماينس 4.44 يطلع 1.44. 1.44 صح. طيب بعدين اجيب
الماس المولر ماس بتاع الكالسيوم كلورايد والمولر ماس بتاع XH2O. الكالسيوم كلورايد الكالسيوم 40 والكلورين 35.5 في توب 71 هتطلع كلها 111. طيب وهنا هتبقى الماس عباره عن 18X. خلاص. طيب ممكن ان انا اعمل كروس مالتيبليكيشن واطلع الاكس، او ممكن ان انا اجيب المولر ماس بتاع كل واحده. بص هو حضرتك حصلت المولر ماس المشكله اللي حصلت من بتاعه الاير. ايوه لما كان طلع 6 حضرتك تطرقت لها مشكورا يعني. بسم الله ما شاء الله. السنه دي بقى نزل نموذج الاجابه بالطريقتين، الطريقه الجرام والطريقه المول. قال لك اور عشان محدش يعني فاهم حضرتك الدرجات ما تروحش هدر. فاحنا هنشتغلها يعني الطريقه اللي تريحك بقى. يعني هو النموذج السنه دي عملها بقى ان احنا متفقين مع اولادنا وخلاص، اولاد مدرسه على الهوا عارفين انهم لازم يقلبوها مول. فاحنا نقلبها مول. ماشي. طيب عاوز اشوف الكالسيوم كلورايد هيبقى كام مول. ما احنا عارفين المول عباره عن ماس على المولر ماس، يبقى 4.44 ديفايدد 111 اظن تطلع 0.4. ثانيه واحده. 4.44 ديفايدد 111 ايكوال 0.04 مول. بس طيب والووتر 1.44 ديفايدد 18 ثانيه ديليت هنا ايكوال 0.08. يبقى ادي عندي الكالسيوم كلورايد وادي الووتر، يبقى عندي 0.04 الى 0.08 يعني هتساوي 1 الى 2. يبقى عندي السولت ب 2 CaCl2 والكريستالز اوف ووتر 2H2O. كويس. السؤال اللي بعده بيقول ده سؤال تشوز نمبر اوف مولز اوف صوديوم هيدروكسيد ان 25 ملي لتر. نمبر اوف مولز نمبر اوف مولز اوف صوديوم هيدروكسيد of NaOH in 25 milliliter in 25 milliliter milliliter of its aqueous solution whose its concentration 0.2 molar. عايز اعرف عدد المول. حضرتك هتكتب لنا القانون ولا اقول لك التشويسز ولا انت تطلع الاجابه وتقولها لنا؟ نطلع الاجابه ونقولها عشان نعرف القانون. ماشي هو اول حاجه مديني ايه؟ مديني الكونسنتريشن ومديني الفوليوم. هو الكونسنتريشن بيساوي ايه يا اولاد؟ النمبر اوف مولز على الفوليوم باللتر، ده الكونسنتريشن. طيب هو مديني عاوز النمبر اوف مولز، يبقى النمبر اوف مولز هيساوي الكونسنتريشن اللي هو 0.2 في الفوليوم باللتر. انت قلت كام الفوليوم؟ 25 ديفايدد 1000 عشان يبقى بالليتر. يطلع الاجابه 5 تايم 10 باور نيجاتيف 3. 5 تايم 10 تو ذا باور نيجاتيف 3 ده الاختيار نمبر ايه؟ يبقى الاختيار نمبر بقى هيطلع عندك الرقم ده. اوكي طيب احنا كده ماشيين كويس في شابتر 2. انا بس عايز انجز فيه عشان شابتر 3 عاوزين بس ايه بقى مساله يا مس من النوع اللي هو حطينا سولت على سولت حصل بريسيبيتيت. موجود لو موجود كل حاجه ان شاء الله ما تقلقش. طيب تشوز ذا كوركت انسر. بس الاول دايلوت هيدروكلوريك اسيد يوز تو ديتكت مين الانين والكاتاين في الاختيارات دي. طيب خلي بالك حضرتك شرحت لنا اتش سي ال في جروب 1 انين وفي جروب 1 كاتاين. فهو كده اكيد عايز انين من جروب 1 وكاتاين من جروب 1. اوكي اتش سي ال. الاختيارات ليد 2 ونيترايت بي بي 2 و NO2 نيترايت وسيلفر وسلفيت وفوسفيت انا اسفه سيلفر اي جي بوزيتيف 1 و بي او 4 3 نيجاتيف بي او 4 3 وميركري 1 وسلفيت 2 كالسيوم 2 ونيتريت 1. طبعا ال HCl احنا قلنا ان جروب 1A بريسيبيتيت اس كلورايد،
فال1 اي منها الاتش جي خلاص، ومنها الاي جي، ومنها البي بي بوزيتيف 2. يعني الثلاث اختيارات دول ينفع استخدم لهم اتش سيل. كالسيوم لا طبعا، يبقى نشوف الجزء بتاع النيتريت، الجزء بتاع قصدي الاناين. الان او 3 بستخدم لها اتش 2 اس او 4، يبقى دي مش هتنفع. الاس او 4 بستخدم لها الباريوم كلورايد، مش هتنفع. البي او 4 بستخدم لها الباريوم كلورايد، مش هتنفع. يبقى الاجابه الصحيحه اول اختيار هي البي بي بوزيتيف 2 مع الان او 2 نيجاتيف، اللي هي النيترايت مع الليد. طيب how can you differentiate practically between without equations aluminum chloride و iron 3 chloride؟ aluminum chloride و iron 3 chloride ده نمبر A. بالمرة بقى خد B sulfide، صوديوم سلفايد وصوديوم سلفايد وصوديوم سلفايد ايت و ايد. عاوز ايه بدون ايه بقى؟ without equation، يعني انت هتشرحها له كاكسبيرمنت. افرق ما بين الالومنيوم كلورايد والايرن 3 كلورايد. هنا الكلورايد مشتركه بين الاثنين، عاوز افرق ما بين الاي ال والاف اي، بحط له امونيوم هيدروكسيد او صوديوم هيدروكسيد، اداني وايت جيلاتينيوس بريسيبيتيت يبقى ده الالومنيوم، ومع الايرن 3 هيديني ريدش براون بريسيبيتيت. بس يبقى اكتب نمبر 1 الاكسبيرمنت ادي NaOH أو NH4OH to both of them solution to the two solutions with aluminium chloride it gives white precipitate مع ال FeCl3 it gives red brown precipitate. الثانية عاوز أفرق ما بين ال Na2S وال Na2SO3. ممكن في حاجتين، ممكن أستخدم HCl أو أنا أسهل يعني adding للسوليوشن ال AgNO3 مع الصوديوم سلفايد بيديني blood precipitate، بينما مع ال Na2SO3 بيديني وايد بريسيبيتيت. طيب انا عندي هنا سؤال ساينتفك تيرم، اتفضلي. Chemical substances used to detect the end point of reaction due to change their color by the change of the reaction medium. اوكي، اللي هيكشف على الاند بوينت او يعرف ان حصل بتغير الميديوم هو ده الانديكيتورز. الاجابه الانديكيتورز. وات ايلس؟ السؤال اللي بعده method based on the separation of analyte in the form of pure sparingly soluble compound in water. method based on separation of analyte in form of pure sparingly soluble compound in water. layer precipitation method. precipitation method دي في الايه؟ في الكوانتيتيف اناليسيس. طب انا ليا سؤال دلوقتي، انا فاضل لي بس السؤال بتاع المساله اللي هو بتاع تو سولتس، واحد حصل له بريسيبيتيشن وعايزين برسنتج. ايوه طيب حاضر اقوله عشان انا مش عايز اخلص تري كمان. ماشي اوكي. طيب. دين اي مساله عشان يبقى غطينا المسائل كلها. حاضر ان شاء الله. حضرتك ماشي. On dissolving 4 gram of impure potassium bromide in water. بوتاسيوم برومايد in water. هم 4 جرام. وادينج اكسس سيلفر نيتريت تو ذا سوليوشن 4.6 جرام سيلفر برومايد ار بريسيبيتيتد. 4.6 جرام are precipitated. Calculate the percentage of bromine in potassium bromide. عاوز البرومين في البوتاسيوم برومايد. بين قوسين البرومايد ب 79.9 والسيلفر 100 79.9 والسيلفر 108 والبوتاسيوم 39. سيلفر 108 والبوتاسيوم 39. اوكي 39. طيب اول حاجه نكتب الايكويشن يا اولاد ونشوف مديني ايه وعاوز ايه. اول حاجه بالانس ايكويشن، بعدين الجيفن والايه والان جيفن او الوانت. هو حطينا الكي بي ار بوتاسيوم بروميد بلس سيلفر نيتريت اي جي ان او 3 هيديني الاي جي بي ار اللي احنا قلنا وايت يلو بريسيبيتيت بلس كي ان او 3 طبعا ديزولف ان ووتر. قال لي الكي بي ار امبيور، تيك كير امبيور، يبقى ال 4 جرام دي مش بتاع الكي بي ار، ده الكي بي ار مع الامبيورتس. طيب اللي ترسب يبقى عندي انا عاوز اجيب الكي بي ار او عاوز اجيب البي ار، خلينا في البي ار. اللي ترسب اي جي بي ار كام؟ 4.6. يبقى
المعلومه الاساسيه اللي انا هشتغل عليها ان الاي جي بي ار عباره عن 4.6. اكتب تحت الاي جي بي ار هنا 4.6 جرام، يبقى اكتب تحتيها المولر جرام او المولر ماس بتاع الاي جي بي ار، اللي هي 108 بلس 79.9. طلع كام يا مس؟ طلعت 187.9. وعاوز اجيب البرومين بس، انا ممكن احلها بخطوتين يا اولاد. لا لا خلينا بي ار اكس جرام بس، ما انا ممكن اجيب كده اروح خطوتين. يبقى هنا اكس للبروماين وتحت البروماين 79.9 وخطوه واحده واعمل كروس مالتيبليكيشن. حضرتك عايز نعمل في مين؟ اطلع الاكس 79.9 باي 4.6 ديفايدد 187.9 equal 3.1.96 جرام 6. عايز بقى percentage. يبقى البيرسنتج الماس اللي هو 1.96 ديفايدد التوتال ماس اللي هي 4 باي 100 او تايمز 100 تطلع 48.9%. 48.9% نبدا بقى شابتر 3. ان شاء الله يعني املينا ان احنا نخلصه في الوقت اللي فاضل لنا ان شاء الله. انا برضو ورقه كراستك معايا كده واكتب شابتر 3. لازم تبقى فاهم الفرق ما بين الريفرسبل والريفرسبل رياكشنز، تعريف الريت، تعريف الايونيك اكوليبريم والكيميكال اكوليبريم ولوشاتيلي برينسيبل واوستفالدز لو كتير وكي اس بي. كل ده موجود مثلا. احنا جاهزين مسائل الكي اس بي والبي اتش والالفا ديجري اوف ايونايزيشن. لازم تبقى عارف الفاكتورز افكت على الريت. فيهم غير اسامي الفاكتورز في ثلاثه منهم عندهم تجارب، تجربه اللو اوف ماس اكشن وتجربه السيرفيس اريا اللي هي تجربه الكونسنتريشن والسيرفيس اريا وتجربه الهيت تمبريتشر. والفاكتورز افكت على الاكوليبريم الثلاثه. ولازم تكون بتحل لوشاتيليه زي الفل. عندنا مسائل لوشاتيليه لينا طريقه كده مستر محمد هيقول لك بتوع اولاد مدرسه على الهوا. مساله كي اس بي لازم هتيجي. والبي اتش والبي او اتش قلناهم دول. والهيدروليسيس اوف سولت هيدروليسيس اوف سولت لازم هيجي لك السؤال ده. حاجه من اتنين، يقول لك السولت ده نوعه ايه، يا يقول لك نوعه ويقول لك ليه نوعه كده. جيفريزو معانا. كل دول احنا جاهزين. نبدا بقى يا مستر محمد. اوكي. طبعا احنا متفقين مش بالترتيب، يعني زي ما الاسئله بتظهر وخلاص، بس ان شاء الله بنخلصهم كلهم في الوقت ده في السريع يا مستر محمد، لان انا مش فاضل لي غير حوالي 20 دقيقه. طيب يلا. فاحنا املينا في حضرتك ان شاء الله خير. ستيت ذا ساينتفك تيرم تشينج ان كونسنتريشن اوف رياكشن بير اوف رياكتانتس بير يونت تايم. ده الريت اوف كيميكال رياكشن. التعريفات اللي قلنا انها لازم تيجي. دايناميك سيستم تيكس بليس وين ذا ريت اوف فورورد ايكوالز ذا ريت اوف باكورد اند ذا كونسنتريشن اوف رياكتانتس اند برودكت ار نوت تشينج. كيميكال ايكوليبريم، ما دام الفورورد ايكوال الريت اوف باكورد يبقى كيميكال ايكوليبريم. لو ايكوليبريم سيستم ابيرنتلي ستيشنري بس دايناميك سيستم دايناميك ايكوليبريم سيستم اكسبلين باي ان اكسبيرمنت اللي قلنا عليهم. اكسبيرمنت تو شو ذا افكت اوف سيرفيس اريا على الريت والإفكت اوف تمبريتشر على الريت. اتفضل سريع. السيرفيس اريا ممكن ببساطه جدا هنجيب بلوك اوف زنك ونحطه في اتش سي ال ونشوف الهيدروجين جاز كولكت ذا هيدروجين جاز ايفولفد ذن يوزنج ذا سيم ماس اوف زنك بات ان فورم اوف باودر. هنلاقي ان الهيدروجين جاز ايفولفد بيبقى مور ذان ذا فيرست اكسبيرمنت. قدامنا طريقتين. As the surface area increase. عشان دي جت في الامتحان. قدامك طريقتين، يا تقيس الهيدروجين جاز فوليوم اللي طلع، ودي طبعا طريقه علميا صح زي ما مستر محمد قال، او تقيس التايم اوف رياكشن. التايم اللي بيحدث. اللي في الموديل انسر كان جايب ان هو التايم اوف رياكشن. الاكسبيرمنت الثانيه بقى بتاعت التمبريتشر. التمبريتشر. هنجيب فلاسك كونتينز ان او 2. جاز وده لونه ريدش براون. ريدش براون جاز ان او 2 خلاص. هنحطه فيه مره في كولد ووتر ومره في هوت ووتر. كولد ووتر وهوت ووتر. طيب ايه اللي بيحصل في الهوت ووتر؟ هيبقى اللون ريدش براون هنقول ليه دلوقتي، وفي الكولد ووتر هيبقى كلرلس. اكتب الاول الايكويشن عشان نقدر نقول فضل. هو ال 2 NO2 هيتحول الى N2O4 بلس هيت.
يعني التفاعل ده اكسوثيرميك. ال NO2 ريدش براون وال N2O4 colorless. When we put the flask in the cold water يبقى كان according to law Chatelier عملت cold water it shift toward the forming of heat according to law Chatelier يبقى بيروح عند المكان اللي فيه heat يبقى increase the N2O4 gives colorless. When we put the flask in hot water according to law Chatelier it shift backward ناحية ال NO2 so it gives reddish brown. طيب كده فاضل لي تجربتين في الشابتر ده. تجربة اللي هي ال concentration الكونسنتريشن بتاعت ال of mass action والionization بتاعت ال dilute HCl. اوكي. وال dilute acetic acid طبعا. اوكي نقولهم يعني بسرعة. اه عشان يبقى طيب. كده خلصنا التجارب. طيب. لو انا جبت ال FE خلاص Cl3 وده لونه يلو وحطيته مع 3NH4 SCN هيديني ال FE طبعا ده colorless FE SCN all by 3 plus 3NH4Cl. طيب اوكي وده عباره عن blood red color red او blood red color. لما increase ال FeCl3 will shift the reaction forward هيصبح solution blood red color. Increase the ammonium chloride colorless shift the reaction backward هيديني يتحول اللون الى yellow. يبقى هنا تأثير ال concentration بيعمل shift the reaction to the opposite direction according to Le Chatelier. ال experiment الثانية ان انا هعمل electric cell contains lamp واعمل مره سوليوشن HCl ومره ثانيه هعمل الايه الاسيتيك اسيد. لما احط HCl خلاص مباشره نحط HCl in water concentration 0.1 هلاقي strong illumination. طيب اعمل ديليوت ل 0.01 او 0.001 no change. معناها ايه؟ بنستنتج ان ال HCl all molecules are converted into ions يبقى ده عندي strong electrolyte. بينما لما اعمل experiment مع الاسيتيك اسيد CH3COOH خلاص لو dissolved in بنزيم او بيور مفيش فيه ions هيبقى no elimination. لما اوصل concentration 0.1 هيبقى faint light faint illumination. اعمل diluted 0.1 increase the illumination 0.001 كل ما بنعمل ديليوت كل ما بيزيد الالومينيشن يعني الديجري بيزيد التفكك الاينز يعني اقدر اقول ان ديجري اوف ايونيزيشن انكريزز باي ديليوشن وده اللي سميناه اوستفالديز لو. كويس. السؤال اللي بعده بيقول مديني دروينج ريليشن ما بين الكونسنتريشن والتايم. الجراف يا مستر اللي هو الرياكتنت بيقلوا والبرودكت بيزيدوا و ثلاثه اربعه جراف. لا هو مدي جراف واحد مش تشويسز هو يعني سؤال تشويسز بس الجراف ثابت. طيب الجراف ايه بقى؟ الرياكتنت نازله والبرودكت طالعه بس المفاجاه هنا في السؤال ده ان هم يعني ما تقابلوش ما تقاطعوش. انا مش عارفه دي تركايه ولا ايوه كده اتباع على تحت اللي فوق رياكتنت واللي تحت برودكت وريليشن ما بين الكونسنتريشن والتايم. فوق الواي اكسس كونسنتريشن والاكس اكسس تايم. انا مش عارفه دي مقصوده خصوصا بقى لا صح هنا طيب. لان التفاعل مش كل الموليكيولز حصل لها رياكشنز ففي كميه بس نسبه بسيطه حصل لها ماشي ما هو الجراف ده معناه ان الكونسنتريشنز بتاع رياكتنت اكتر من البرودكت بالظبط. طب نكتب بقى الكومنت ده كده حضرتك اللي استنتجناه دلوقتي يبقى ديرفور كده جنبها طبعا الار عندك في الدرون اكبر من البي على الواي اكسس لا ما على الواي اكسس انت لما حضرتك هتمشي بالتركيز يعني هترجع بالار بليفل الار ما هي من هنا الى هنا ماشي هم كله منتهي واحد انا بقى ليه سؤال هو كده معناهم انهم ايكوال لا طيب ماشي يعني الرياكتنت اكتر من البرودكت انا بقول لك لو عندك في الرسم الرقم ده القيمه دي الفاليو دي من هنا اكبر من هنا ما طبعا لازم في جراف مبين القيمه دي قد ايه خد بالك مش انا هرجع يا مستر من من كده ارجع من هنا او اقابل هنا عند الرياكتنس من هنا خلاص لما بيوصلوا الستريت لاين ده اللي خلص فيه التفاعل خلاص هي يعني انا لو مسكت القلم الاحمر بتاع حضرتك ووصلت للواي اكسس قطعت الواي اكسس من عند خط اهي ايوه ده قيمه اكتر من البرودكت دي القيمه خد بالك مش من الزيرو الرياكتن من فوق
لغايه هنا، والبرودكت من هنا لغايه هنا. يبقى الرياكشن هنا اولا ده ريفرسبل رياكشن نمبر 1 عشان ما حدش فيهم وصل للاند. نمبر 2 ان الرياكتانس مور ذان برودكت عشان اللي فوق اطول من اللي تحت. اه طب افرض انا في الرسمه قصادي لا مش حاساهم اطول. طب ما انا عشان كده بقول لك مين قد مين ولا هم إيه مش هم. لو كان المفروض لو قطعوا بعض كانوا هيبقوا الاثنين قد بعض يا مستر يعني. لا. هو كده الرياكتانت مش اكتر. لا 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 مش شرط. سيبك من طول اللي على الواي. ماشي مس ادي مثلا انت عاوزه كده. ايوه وكده. لا لا ها. لو كانوا يعني كونجر. اوكي جراف كده هعمل لك حاجتين احتمالين كدا. ادي اول احتمال. ايوه كده. والاحتمال الثاني حاضر. وادي الاحتمال الثاني بس. وصلنا للإكوليبريم. هنا في الحاله دي التفاعل ده ماشي باكورد اكتر. ليه؟ خلاص لان الرياكتانس وادي البرودكتس. مين الكميه الاكتر؟ الرياكتانس. طب يبقى معنى كده كده انت نورتني في حاجه. لا هو في الرسمه قصادي الاثنين قد بعض يا مستر. خلاص يعني هو بقى بيقول ان ذا فيجر ذا كي سي فاليو از ليس ذان 1 ولا ايكوال 1 ولا جريتر ذان 1 ولا ايكوال 0. لو الاثنين ايكوال يبقى 1. طيب فهمت. يعني القصه بالهايت بارتفاع او بالمشوار اللي اتمشى. انا كده فهمت حضرتك. انا كده فهمت حضرتك. طيب السؤال اللي بعده بيقول كالكليت الاول واتس مينت باي سولابيليتي برودكت. سولابيليتي برودكت الكي اس بي. طب انا يعني دايما بحب اكتب الديفينيشن احوله الى اكويشن بيبقى سهل عندي. لو انا عندي خط مثلا سي ال اي جي بي ار 2 وده طبعا بريسيبيتيت. عفوا ال اي جي بي ار لا انا عاوز اخد حاجه ثانيه. لا حاجه بي ار 2 بي اي بي ار 2 او بي اي ماشي واتيفر ما برضه دايفالنت عشان بس استفيد بالايه بالاس. هيبقى عندي البي اي بوزيتيف 2 بلس 2 بي ار نيجاتيف. عندي بيقول لي الكي اس بي هيساوي الكونسنتريشن اوف باريوم بوزيتيف 2 تايمز الكونسنتريشن بتاع البروماين تو ذا باور النمبر اوف مول ان سبارنجلي سوليبل. لان ده دايما ماده بريسيبيتيت. ان سبارنجلي سوليبل ذا كي اس بي سوليبيليتي برودكت ايكوالز ملتيبليكيشن كونسنتريشن اوف اتس اين اتس 1 ريز تو ذا باور ايكوال ذا نمبر اوف اينز ان ساتوريتد سوليوشن. يعني هو حصل ضرب الكي اس بي بيساوي ايه يا اولاد؟ ملتيبليكيشن كونسنتريشن اوف اينز ادي نمبر 1 ريز تو ذا باور النمبر اوف اينز نمبر 2 ادي النقطتين الاساسيتين. ببداها بكلمه ان سبارنجلي سوليبل يعني قليل او شحيح الذوبان وان هي بايه ساتوريتد سوليوشن. طيب سريع السؤال بقى بيقول ذن كالكوليت الكي اس بي فور سيلفر سلفيت اي جي 2 اس او 4 اي جي 2 اس او 4 ويتش اتس ديجري اوف سوليبيليتي. حاضر اكتب الاول الايكويشن ما دام كتبتها اي جي بوزيتيف بلس اس او 4 نيجاتيف 2 مديني مين؟ كي اس بي. لا مديني الديجري اوف سوليبيليتي. ديجري اوف سوليبيليتي ب 2 تايم 10 باور نيجاتيف 3 مولر. 2 10 تو ذا باور تايم 10 تو ذا باور اوف نيجاتيف 3 مولر. نيجاتيف 3 2 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 3 مولر. طيب بص يا ولاد الكي اس بي هتساوي الاي جي 2 اي جي بوزيتيف تو ذا باور 2 تايمز SO4 نيجاتيف 2. هنا في بقى سؤال يا مستر فوق انت ما كتبتش ال2 وهنا كتبت ال2. امتى نكتب ال2 في مساله زي دي وانت ما نكتبهاش؟ لو قال لي الديجري اوف سوليبيليتي يبقى لازم اكتب ال2 لان الاثنين دول اللي مش ايكوالز جي 2 وهنا ما فيش 2. يبقى لو قال لي ديجري اوف سوليبيليتي يبقى بكتب الايه؟ بكتب ال2. لو قال لي الكونسنتريشن بتاعت الاي جي والكونسنتريشن بتاع الاس او 4 هلاقيهم طبيعي مختلفين. يبقى هو احنا هنا قايل لهم زي ما حضرتك علمتنا ان لو ضربت الديجري اوف سوليبيليتي في عدد المول هيديك الكونسنتريشن. بالظبط. فيبقى فاحنا بس هنشيل ال2 من عشان احنا مش معلمينهم جدا. لا 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 الديجري اوف سوليبيليتي لازم اكتب.
لو ماشي. قال كونسنتريشن هكتبها ماشي. ما احنا قايلين لهم ايه بقى؟ ان الكونسنتريشن اوف سيلفر بيساوي ما هو ما القانون دي... مش هو قانون الكونسنتريشن اوف سيلفر. اوكي يا مس انا الاولانيه ما كتبتش التو اهي. والله انا كونسنتريشن انا عشان بس انا بقول لك ولاد عشان حل المساله لازم تضرب. احنا قايلين لهم ان هي هتضرب انت عشان تجيب الكونسنتريشن بتاع السيلفر اللي هو الكونسنتريشن بتاع الاي جي اللي حضرتك كاتبه فوق الديجري في النمبر اوف اي في الديجري اسف عدد المول في الديجري بس فاتنين في الديجري هي دي الكونسنتريشن بالظبط. بس فاحنا عشان كده عايزين بس نشيل لهم التو من تحت عشان ما يتلخبطوش يقول لك انا حط انت فوق شلتها وتحت حطيتها. هي السيلفر كونسنتريشن بيساوي الديجري في عدد المول. احنا قايلين لهم كده كويس ماشي. هنكمل بقى. يبقى كده الكونسنتريشن بتاع السيلفر اتنين في الرقم ده اللي هو يبقى 4 تايم 10 باور نيجاتيف 3. وما انساش الباور باور 2. طب نقوله بقى سريعا كده نعمله في براكت 4 تايم 10 تو ذا باور نيجاتيف 3 to the power negative 3 to the power 2 وننزل تحت to the power 2 بعد كده ما ننزل نضربه في ايه تاني 2 times 10 to the power negative 3 بعد السكوير هنضربه في 2 time 2 time 10 power 2 times 10 to the power negative 9 negative 3 عادي equal تطلع الاجابة كلها 3.2 time 10 power negative 8 تمام. هي دي الكيس. طيب 32 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 9 بسم الله ما شاء الله عليك. اه عندي دلوقتي بيقول رايت ذا بالانسد سيمبوليك ايكويشن اكسبريس ذا فولوينج. انا معيش وقت كتير وعندي لسه فاضل لي خمس اسئله. اوكي ها كي اي هو كاتب كي اي السؤال ده حضرتك بتحبه الاسيتات ايون مضروب في الهيدرونيوم ايون كونسنتريشن اسيتات ايون كونسنتريشن اوف اسيتات ايون سكوير براكت يعني سي اتش 3 سي او او نيجاتيف نيجاتيف اتش 3 او بوزيتيف H3 ولا NH4؟ كاتبها H3O الهيدرونيوم ايون. طيب H3O بوزيتيف وتحت اسيتيك اسيد. اه ده عايزك تكتب له بقى الايكويشن يعني أوكي. سؤال لئيم CH3COOH اكتب بقى الايكويشن. يا ولاد ما احنا بنساوي ان الـ KA بتساوي ايه؟ برودكت على الرياكتان. بس في حته اللي قالت عليها الميز دلوقتي يبقى عندي البرودكت CH3COO نيجاتيف بلس H3O بوزيتيف لازم هنا عندي الاسيتيك اسيد مع الووتر CH3COOH بلس ووتر. هتقولي جت منين الووتر يا مستر؟ طب انا كاتب هيدرونيوم ايون. طب ليه ما كتبتهاش تحت يا ووتر؟ لانه ليكويد. يبقى ده عباره عن اكوا سوليوشن وده عباره عن ليكويد وده اكوا سوليوشن وده اكوا سوليوشن. دي الايكويشن. طيب الثانيه امونيوم عامل الكونسنتريشن فوق بتاع امونيوم ايون في هيدروكسيد ايون. امونيوم ايون كونسنتريشن في هيدروكسيد ايون كونسنتريشن OH نيجاتيف على امونيا جاز NH3 برضه يا اولاد. هي عباره عن ايه؟ عباره عن NH3 ما طبعا ده الايه الرياكتانس NH3 جاز بلس H2O ليكويد عشان كده مش باين الفاليو بتاعته تحت هتديني ال NH4 بوزيتيف ايون بلس OH نيجاتيف ايون. طيب السؤال اللي بتاع يا رب نسوا ما يكونش اخر سؤال عندي ان ذا ايكوليبريم سيستم نكتب بقى بسرعه يا مستر 2 SO2 جاز ثواني مين SO2 جاز 2 SO2 جاز SO2 جاز بلس O2 جاز بلس O2 جاز ايكوليبريم ارو 2 SO3 جاز والدلتا اتش نيجاتيف خلاص. What is the effect of the following on the sulfate on the sulfur trioxide concentration number one with removing oxygen from the medium removing oxygen according to شرط ليه لما اشيل الاكسجين يا ابني هيحصل backward reaction يبقى decrease the concentration of SO3 second increasing pressure increase البريجر علمنا هنعمل ايه عشان نجيب البريجر هنا بشوف ما دام البريجر اشوف النمبر اوف مولز هنا 2 و1 يبقى 3 يبقى دي هاي بريجر و2 اس او 3 يعني لو بريجر لما زود البريجر يبقى يروح في اللو بريجر يبقى هيمشي فورورد يبقى يحصل انكريز للاس او 3 طيب والتمبريتشر ما جابش حاجه التمبريتشر ما قال لي نيجاتيف ماشي طب اعملها بالمره نيجاتيف يا ابني يا ابن الهيت بره يبقى لما اعمل انكريز للتمبريتشر هيمشي باكورد يبقى يحصل ديكريز للاس او 3 طيب
calculate the degree of ionization of ammonia given that its concentration 0.2 molar الأمونيا إن اتش 3 ال الكونسنتريشن 0.2 مولر الأمونيا في سولوشن عند الإكوليبريم كونستانت والكي بي طبعا لأن ده بيز 1.65 تايم 10 باور نيجاتيف 5 1.65 تايم 10 تو ذا باور نيجاتيف 5 أنا معاك الكالكوليتر عاوز إيه بقى؟ الديجري أوف أيونيزيشن ديجري أوف أيونيزيشن وبالمرة هنجيب الكونسنتريشن أوف أو اتش وبنجيب بعد كده البي أو اتش بالمرة كي بي divided CB divided CB يبقى root 1.65 times 10 to the power negative 5 divided 0.2 تطلع الإجابة 9.08 times 10 power negative 3 طيب ده لو أنا عاوز أجيب الـ degree of ionization لو عاوز أجيب الـ concentration of OH بتساوي القانون بتاعها root KB تايم سي او سي بي اللي هي 1.65 يبقى بالظبط روت 1.65 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 5 تايمز 0.2 تايمز 0.2 ايكوال 1.82 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 مولر عشان دي كونسنتريشن سريعا انا عندي نجيب البي او اتش والبي اتش بالمره عشان برافو عليك عشان نخلص يبقى البي اتش نيجاتيف البي اتش او البي او اتش البي او اتش عشان ده طبعا ده بيز خلاص هتبقى نيجاتيف لوج كونسنتريشن اوف او اتش اللي موجود عندي يعني هتساوي نيجاتيف لوج الرقم يا مس قول لي نيجاتيف لوج كام 1.82 سريعا لان هم في كنترول تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 3 1.32 1.82 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 3 نيجاتيف 3 ننزل تحت في البراكت ايكوال ده كده ال بي او اتش ب 2.7 يبقى عاوز البي اتش 14 ماينس 2.7 هيطلع 11.3 هم كده خلصوا ما فيش وقت اقول الحتتين اللي فاضلين الهيدروليسيس ولا ايه اللي باقي فاضل كونسنتريشن يعني بصوا بيقول ذا سولوشن ويتش اتس كونسنتريشن 0.1 مولر وهاز هايست كونسنتريشن اوف هيدرونيوم ايون ده عاوز ايه بقى فيها الاختيارات مين في دول الاول هو الكونسنتريشن كام 0.1 مولر وعايز اعلى تركيز للهيدرونيوم ايون اسيتيك اسيد هو اعلى تركيز للهيدرونيوم ايون في اربع اختيارات H3O بوزيتيف اسيتيك اسيد ولا نمبر بي بوتاسيوم نيتريت KNO3 ونمبر سي NaOH NaOH ونمبر دي HCl HCl خلاص طبعا اولا القيمه دي 0.1 الكونسنتريشن ده يعتبر عالي يعتبر عالي ولا ومتساوي في كله كويس ويعتبر مين يعتبر اسيد طيب يبقى اسيد والاسيد القوي مين هو HCl فتبقى الاجابه HCl لان ال CH3 ده يبقى عباره عن ويك يبقى الكونسنتريشن بتاعه ضعيف بينما الثاني ده سولت ونيوترال والثاني برضو بيز هتبقى الكونسنتريشن بتاعته كنترول روم اخر سؤال والله خلاص مش هقول بعده حاجه تاني اخر سؤال خلاص it is not possible explain to distinguish between potassium chloride وامونيوم كربونات using chemical indicator كلورايد وامونيوم كربونات الاثنين يا اولاد نيوترال لا البوتاسيوم ثانيه الاثنين نيوترال الاثنين نيوترال ده سترونج وسترونج وده الاثنين نيوترال يبقى جيب ذا سيم ريزلت because both are weak giving the same color لا 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 سوري ده strong وده weak لا يا فندم بوتاسيوم كلورايد ده نيوترال كويس والتاني نيوترال والتاني نيوترال بس because both are neutral both are neutral انا اتلخبطت both are neutral giving the same color with indicators هيدوا نفس اللون مع الانديكيتورز احنا كده خلصنا كل النقط انا سعيده ما عدا الهيدروليز امانه لا ما هي هقولها انا ان شاء الله بكره ايوه بكره انا هبدا لازم سؤال اكيد في السولت ما هي كانت الاسئله بتاعت السولت دي بس جابوا سؤال خفيف يعني ثانك يو مستر محمد يعني اي واز اونرد تو بي انا شاكر ليكوا على حسن الاستضافه ونتمنى ولادنا يكون افدناهم حاجة يا رب وبالتوفيق إن شاء الله يوم السبت إن شاء الله thank you dear students for being with us وبشكر الكنترول روم بجد ربنا يخليكم ليا يا رب وجزاكم الله كل خير عن كل ولادنا